أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. آسفين أصدقائي، تأخرنا 5 دقائق، هو العطل الفني من عندي أنا، وبعتذر مرة ثانية على العطل الفني. طبعا معنا مثل ما بتعرفوا حلقتنا اليوم حرية المرأة وتأثير الإسلام على حرية المرأة، ومعنا ديفيد وسارة. خلونا نرحب بسارة. أهلا وسهلا فيك سارة. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ديفيد. تحياتي شيخ. حبيبي حبيبي. خلونا نبدأ ب سارة، أنا بس بدي أبدأ معك. أنت طرحتي الموضوع، ويا ريت بس تقولي لنا ليش اخترتي هالموضوع بالذات، شو أهميته بالنسبة لك، وشو اللي خلاكي تطرحي هالموضوع هذا؟ تفضلي. بصراحة أنا تابعت آخر حد لكم لما عم تحكوا عن الطفل المسلم أو الطفل في الإسلام. بصراحة أنه حسيت أنه لازم كمان نحكي عن المرأة بالإسلام، لأنه من خلال آخر منشورات أنا نشرتها عندي على الفيسبوك، لمجرد أني عم نادي بحرية المرأة ما دخلت الإسلام بالمناداة ولا دخلت الدين بمنشوراتي، شنوا علي مثل الحرب. يعني ما بدي أقول لك كيف أنه ما تقبلوا فكرة أصلاً أنه ممكن يكون في مرأة حرة، وخاصة عنا بالإسلام المرأة الحرة هي ينظر لها أنه نظرة سيئة. فحبيت نحكي بهذا الموضوع، وحبيت بس نوضح شو هي النقاط اللي لما بيجوا بيحاربوني وبيقولوا لي انه كرم الاسلام المرأة. تفضلوا خلينا نحكي بشو كرم الاسلام المرأة وبشو ظالمة اساسا. اكيد اختي، اكيد. يعني بصراحة موضوع كثير ناس ما بتقبلوه، خصوصي عنا بالثقافة الشرقية هي العطرة مثل سيرة المعطر. على كل ما ديفيد انت قلت لي بدك تساوي مقدمه تمهيديه، يا ريت لو تتفضل عن الانوثه في الالهه والالوهيه الانثويه. خلينا نقول جان، انا حبيت بس قبل ما افوت بهذا الموضوع، لو انه الموضوع تبعي يعني هو له صله جوهريه بالموضوع اللي احنا بدنا نحكي فيه هلا. ليش؟ في شغلة كتير قلال من الناس اللي بيعرفوها، انه البشر القدماء كانت الأنثى هي الأساس عندهم. في جميع الثقافات حول العالم دائما ما كانت الآلهة الأنثى هي الأساس، وكانت تلك المجتمعات أنثوية. من عصر الباليوليت، العصر الباليوليت اللي كان من 30,000 ل 10,000 سنة قبل الميلاد، تحديدا من بعد ما انتهت فترة السيطرة الدينية اللي بيسموها الفترة الشامانية أو الفترة السحرية بأنواع الفيشتية والأرواحية والطوطمية، برزت المرأة فورا بقوة كآلهة عظمى بجميع أصقاع الكرة الأرضية. لا توجد حضارة تجاوزت مرحلة سيطرة الأنوثة فيها تاريخيا على الإطلاق. الأنثى من بداية عصر النيوليت اللي هو العصر الزراعي، عم نحكي 8,000 9,000 قبل الميلاد، هو من 10,000 وانت جاي تقريبا قبل الميلاد، بدأت سيطرة مطلقة للأنثى في المفهوم الميثولوجي أو حتى ما قبل الميثولوجي العبودي عند الإنسان القديم. كانت الأنثى بالنسبة له كائن عجائب. الأنثى تعبر عن حركة الكون. الأنثى هي حركة الكون نفسها، لكون دقيق أكثر. الأنثى عجيبة، تلد، الأنثى تعطي حياة، الأنثى ترضع، الأنثى تفعل نفس المهام التي تقوم بها الطبيعة. الأرض تنبت النبات، الأرض تعطي الماء، النهار يأتي كل يوم بجديد، كما الأنثى تأتي بناس جدد. فالأنثى كانت كائن عجائبي فظيع. ربطوا مع الوقت بالمناسبة الدورة الشهرية عند الأنثى بدورة القمر الشهرية، فصار عندك مع الوقت
في الآلهة الأنثى تجسد بالقمر، بالمناسبة القمر دائما كان مقدس قبل الشمس في جميع الثقافات، وكان رمز الآلهة الأنثى عبر التاريخ كله في جميع الثقافات. أكرر، الدورة الشهرية كانت مثل القمر، ربطوها فيه. حتى ببعض الحضارات مثلا البابلية خلوا يوم البدر، اعتبروا يوم البدر هو يوم اللي بتحيط فيه عشتار، هو يوم راحته، سموه السباتو، يوم الراحة، وعملوا فيه نفس التحريمات الموجودة بالديانة اليهودية اليوم، من اللي أخذوها من البابليين، ممنوع السفر، ممنوع إشعال النار، البدء بعمل جديد، إلخ إلخ إلخ. مع الوقت قسموا العبادة لا أو أو تمجيد عشتار بيوم حيضة اللي هو يوم اكتمال القمر أو البدر، عملوه مرة أو أربع مرات في الشهر القمري، أربع مناسبات في الشهر القمري اللي هي أخذوها منه اليهود حرفيا، ويسموها السباث اللي هو يوم راحة الإله يهوه، اللي هو اللي إحنا لليوم نسميه يوم السبت، تمام؟ فإذا كانت الآلهة الأنثى مسيطرة في شكل كامل لآلاف السنوات في جميع الميثولوجيات عبر التاريخ، الصليب، السواستيكا، الهلال أو القمر، كلها رموز أنثوية للآلهة الأنثى القديمة. يعني بمعنى الهلال القمري لليوم المسلمين يعتبر شعار لهم، الصليب المسيحي والسواستيكا النازية نفسها هي الصليب المعقوف ونفسها المستعملة في الديانات الشرقية في آسيا، هي امتداد لفترة العبودية الأنثوية أو الآلهة الأنثى أو الآلهة الأم الكبرى. شوي شوي بلشت تظهر على الساحة المدن، ظهرت المدن. أول الأساطير اللي وصلتنا مكتوبة لليوم هي أسطورة التكوين السومرية، منلاقي فيها الإلهة نمو اللي هي المياه العماه الأول اللي هو مؤسس الكون كله، أو هي كانت الكون كله بالأساس قبل ما ينقسم. كان الفكر ما عنده ميثولوجيا مثل اليوم، لسه ما تطور بهذا الشكل، لكن الآلهة أو الكون يعبر عنه كأنثى ويعبد على هذا الشكل. منلاقي مع الوقت بعد هاي الفترة السومرية كيف بلشت تدخل تاريخيا الإله الابن مع الإله الأم، بلش يصير في مدن، بلشت يحسوا بأنه في تكوين أسرة بمنظوم مختلف عن المنظور القديم. شوي شوي بشكل تدريجي بطيء جدا، أي واحد بيدرس أساطير بيلاحظه، بتلاقي كيف بلش يبرز العنصر الذكري في الأساطير القديمة، وبدأ الذكر رويدا رويدا يستحوذ على الألوهية والسيطرة الكاملة مع التركيز الكامل لنشأة الإمبراطوريات والمدن الكبرى. فإذا كانت الإمرأة مسيطرة في عصر الزراعة، عصر المدن اللي كان هو العصر اللي بلشوا اولا يتقدموا فيه بالمعارف، فبلشوا اولا عرفوا انه في اهميه اساسيه لمن الرجل بالانجاب، فالمراه ما عادت كثير عجائبيه بالنسبه لهم. ثانيا اهميه الرجل في المدينه اليوم مع انتشار التجاره، مو اليوم بقصد، بهذاك العصر مع انتشار الزراعه التجاره، مع انتشار الحروب الجيوش وهكذا، بدا يبرز اهميه للعنصر الذكري في المجتمع. ومنلاقي أجمل، بالمناسبة من أجمل الأساطير اللي ذكرت أو وضحت بشكل جلي هذا الانقلاب هي أسطورة التكوين البابلية الإنوما إيليش. بتشوف فيها هي وغيرها من الكتار، بس هي أنا أجمل واحدة برأيي، بتشوف فيها كيف الإله مردوخ حفيد الإلهة تعامل أساسية عمل الانقلاب عليها واستولى على الحكم الإلهي، تماما كما حصل في الواقع عندما قام البشر الذكور بالانقلاب على الإناث في المدن المؤسسة. وهذا الكلام تقريبا 5000 قبل الميلاد. قبل 6000 قبل الميلاد لا يوجد أي ذكر ولو حتى الإله الابن موجودا. من 6000 ل 5000 فترة فيها إله ابن، ومن 5000 وجاي بلشنا نشوف في إله آلهة ذكورية، وبلشت أخذت السيطرة المطلقة لها بالآلهة اللي بعضها عايش اليوم مثل الله ويهوى وغيره. بالمناسبة الديانة المسيحية هي امتداد لهديك الحقبة
عندك الآب، عندك مريم الأم، الإله الأم، وفي عندك يسوع الإله الابن. وأي حدا بيطلع على الديانة المسيحية بيشوف قد في تقديس للأم مريم وإلى الصلوات المريمية: يا أمنا مريم، يا والدة الله، صلي أجل نحن الخطأ الآن في ساعة موتنا آمين، السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة رب معك، إلخ إلخ. وأي حدا بيعيش بجو مسيحي بيشوف قد الشعب المسيحي لا يزال يدعو لمريم اللي هي امتداد ضمني ثقافي للآلهة الأم القديم. فإذا حتى لليوم بعد ما احنا شايفين السيطرة الذكورية المطلقة في الأرض وفي السماء، لأنه دائما الآلهة هي انعكاس للثقافة السائدة في الأرض، بلش نشوف السيطرة الذكورية، لكن لا تزال دائما هناك عنصر أنوثي في جميع الديانات لليوم موجود. بالمفارقة مثلا بعض آلهات الأنثى تم تقسيمها، آلهات أنثى كبيرة، عندك مثلا العزة ومنات واللات، إن ثلاث أشكال للآلهة الأم الكبرى عندما أخذت شكل ثلاثي عند العرب في قريش. لاقي مثلا كوكب الزهرة بعد ما تم الاستيلاء الذكوري وأخذوا القمر منها وصارت الشمس الإله الأساسي بهذاك الأزمان في مختلف الثقافات، أخذت الإله الأنثى دور كوكب الزهرة، بتلاقيها نفسها موجودة في كل الثقافات. فمثلا عند البابليني وإعشتار، عند الكنعانيين عستار، عند اليونان أفروديت، وفينوس عند الرومان، هو العزة عند العرب، بتلاقيها نفسها بكل الثقافات. أنا جبت بعض أسماء الآلهة رح أذكر لك يعني الآلهة الكبرى الأنثوية القديمة اللي هي توازي اليوم الله في المفهوم الإسلامي. ما رح طبعا أحسن أجرد لك كل الآلهة الأنثى عبر التاريخ لأنه بيطلع رقم فلكي أو الآلهة صغيرة. عندك نمو، إنانا، خرساج، عنان، عستارت، نتوت، إيريس، هاتور، سيخمون، دينتور، جيا، ريحيا، إرتوميس، أفروديت، سيبيل، سيريس، ديانا، فينوس، اللات، عزة، منات، كالي، دانو، بريجيت، عشتار، قائمة كبيرة. هدول آلهة كانت مسيطرة في الفترة التي كانت السيطرة بالكامل للأنثى. وبالمناسبة بهذيك الأزمان حتى النسب الطفل كان بالغالب نسب أنثوي وليس ذكر، يعني الطفل ينسب لأمه لا ينسب لأبوه كما هو الحال السائد في العالم كله اليوم. حابب بس أنا قبل ما أختم المقدمة الاستطراضية بإني أقول لك مثلا لو أرجيك مثال واضح على الانقلاب الذكري في المجتمعات كيف صار. في عندي صك زواج مصري ب3000 قبل الميلاد، يعني قبل 5000 سنة من هلا. شوف شو بيقول صك الزواج: منذ اليوم، الرجل عم يخاطب مرته بعقد الزواج، قال له: منذ اليوم أقر لك بجميع الحقوق الزوجية، ومنذ اليوم لن أتفوه بكلمة تعارض هذه الحقوق، لن أقول أمام الناس بأنك زوجة لي، بل سأقول بأني زوج لك. انتبه، منذ اليوم لن أعارض لك رأيا وتكونين حرة في عدوك وهدوء ورواحك دون ممانعة مني، كل ممتلكات بيتك لك وحدك، وكل ما يأتيني أضعه بين يديك. لاحظ السيطرة الأنوثية بهذيك المجتمعات. هلأ كل الصبايا حيتمنوا لو كانوا عايشين بهذيك الحقبة. بنفس المكان، في نفس المكان بعد 2000 سنة، شوف شو حنلاقي صك الزواج اللي المرأة كاتبته لزوجها بالفترة البطلمية بمصر. قالت له: إذا تركتك في المستقبل لكرهي لك أو لمحبة رجلا آخر، فإني أتعهد أن أدفع لك مكيالين ونصف من الفضة وأعيد لك هدايا الزواج. لاحظ، كانت المرأة قبل 2000 سنة من هذا الصك هي المسيطرة بهذاك الحقبة، أصبح الرجل مسيطر، وهذا الشيء عالمي. هلأ الإسلام بما أنه هو محور حديثك اليوم بناء على طلب صديقتنا سارة، ما بيختلف عن غيره تقنيا من الديانات الذكورية، لكن وين الكارثة بالموضوع الإسلامي اليوم؟ المشكلة أنه بمعظم الحضارات بلشنا اليوم واليوم من جديد نطلع عن العقلية الذكورية هي القديمة. الإسلام بما أنه هو الدين الشامل الكامل لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، وكلمة الله النهائية للكون للبشر، رسخ عقيدة ذكورية فظيعة وشنيعة
والمشكلة الأكبر أنه هو آتي من بيئة صحراوية بدائية، ليست بيئة ذات خلفية فلسفية عميقة مثل مثلا بعض الديانات مثل البوذية مثلا، اللي هي جاية من خلفية هندوسية ولها فهم معين. فاليوم الإسلام عم يرسخ لك ثقافة ذكورية، مو بس ذكورية، بدوية، قبيحة، تافهة، لا معنى لها، ومأجبرك أنك تشتغل عليها لآخر رجل عايش على سطح الكرة الأرضية. هون تكمن يعني المشكلة الكارثية اللي نحن عم نعاني منها بسطح الوطن العربي كلياته والعالم الإسلامي. تفضل. شكرا شكرا ديفيد على المقدمة التمهيدية، بصراحة رائعة، وأنا شخصيا استفدت منها كثير معلومات ما كنت أعرفها. بس إذا بتلاحظ معي يا أخي ديفيد، في الإسلام يعني خلينا نروح على الشيعة، بيقدسوا فاطمة الزهراء إلى أبعد الحدود ليوصلوا حتى مرحلة الألوهية لفاطمة الزهراء، يعني موجود حتى بالتراث الإسلامي تقديس الأنثى. خلينا نروح للأخت سارة. سارة خلينا نبدأ بسؤالنا الأول، ما هي الحياة العائلية عند الفتاة المسلمة وما اختلافها عند الصبي؟ إذا جاوبينا على السؤال تفضل. الحياة العائلية بالنسبة للبنت، بأي عائلة لما بتروح المرأة لحتى تولد وبيجوا العالم بيعرفوا انه جنس المولود بنت، بتلاقيهم عايشين بجو كأنهم عم بيعزوها لهالأم، انه يلا عقبال ان شاء الله يجيك الصبي، يلا يلا الحمد لله على الخلقة تمام. هدول الجمل التعازي، عرفت يعني؟ هي البنت من وقت ما بتخلق عم تخلق بدي اقول لك يعني بفرحة ناقصة، عرفت يعني؟ اهلها مو مبسوطين بوجودها، وهيك لما بتبلش بقى بتوعى وبتشوف انه اهلها عم بيعددوا مثلا 4 5 بنات 6 بنات 7 بنات لحتى يجي هذا الصبي تبع الفرحة الكبرى، وبتلاقي الاب مثلا او الزوج مع تكرار كل بنت صار عنده مثل حالة اكتئاب، وصار عنده مثل يا حرام مأساة كبرى، يعني انه سما اجى هذا الصبي. هلا مجرد انه البنت عم توعى على فكرة انه هي ما لها فرحة كاملة أو وجودها غير مستحب فيه بهي العائلة، وشافت قدي هذا الاهتمام عم يتوجه لهذا الصبي من وقت ما بيكون صغير، من وقت ما ببلشوا بقى بيدللوه، ببلشوا إنه بيوعقوه إنه هو، من وقت ما بتبلش يعني بيلقموه هاي الكلمات الصغيرة إنه أنت رجال البيت ودير بالك على أختك ومسوك إيد أختك وأنت رايح على المدرسة وانتبه عليها ومدري شو، فبتلاقي هذا الصبي عم يربى بعقلية عم تخليه يتسلط على أخته حتى وإن كانت أكبر منه بالسن أو أكبر منه بالثقافة كمان. هلأ هذا التأثير عم بيكون سلبي على الطرفين على فكرة، يعني مو بس على البنت، البنت أول شيء عم تمحى شخصيتها تماماً من وقت ما هي عم توعى الدنيا، وهذا الصبي لما عم يتقمص شخصية أبوه بالقعدة وبالأكل وبالشرب وبالتعامل مع أخواته، هو الأب عم بيعلمه كيف يتعامل مع أخواته، عم بيعلمه كيف يتسلط على أخواته تبع أمي جيبي لي كاستر مي وأمي حطي لي أكل وأمي ما بعرف شو، مع أنه هو صغره بسارة بالبيت يعني، بس هن ما عم بيعاملوهم بهاي الكفاءة. فبصير هذا التأثير السلبي على الصبي أنه هو ما عاد بيهمه أو ما عاد يشغله فكرة أنه هو بده يتثقف أو يتعلم لأكبر قدر ممكن، لا صار أنه بده يقلد أبوه تبع أبوه إذا كان بمهنة معينة فهو بده يشتغل معه بهي المهنة، لأنه هن بيعلموه أنه الصبي ما بيعيبه شيء، الصبي ما بيعيبه غير جيبه، فهو بده يشتغل مع أبوه حتى يعبي جيبه. بينما البنت هذا التأثير السلبي عليها عم بيخليها تمشي بدافع إيجابي بحياتها، إنه هي بدها تخلص من أهلها بهالدوام المدرسة، هاد بهالساعات المدرسة بدها تحاول مثل ما بيقولوا بإيديها وأسنانها وأظافرها إنه تحقق وجودها، تثبت لهم إنه هي أفضل من هذا الصبي، يعني هي أذكى منه، فتصير تنجح، تصير تتثقف أكثر، تصير تدرس أكثر لحتى تورجيهم إنه شوفوني أنا مالي عقل ناقص هون معكم، يعني أنا موجودة. هون كمان بتزيد نقمة الصبي على أخته إنه العمل شيء عم تدرس وهو لا، هو نزل مع أبوه على الشغل بس هي صارت تدرس، هي صارت تتعلم، هي صارت بمراحل دراسية أحسن، بيتوجه هو كمان
مشان انه يقمعها اكثر، انه قعدوها بالبيت، انه البنت اخرتها لجوزها، ليش بدها تدرس؟ وطبعا الاب فرح بابنه، صار رجال عم بخاف على اخواته فبقعدها بالبيت. هون بقى البنت شو بتفكر؟ هذا كمان التأثير اللي بيخلي البنات يقبلوا انه يتجوزوا وهن بسن ال 12 وال 14 وال 16، هدول السن الصغير، بتفكر حالها انه اذا بدها تتجوز فهي بدها تخلص من هذا السجن العائلي تبع اهلها. يعني تفكير البنت بالزواج ابدا منه مثل الصبي، يعني ابدا منه والله انه انا بدي روح عند زوجي مشان اجيب اولاد او شيء، لا، هي بس بدها تتزوج تخلص من هذا السجن او من هي السيطره اللي هي عايشه فيها من قبل الاخ ومن قبل الاب. بس هي مو عارفه حالها انه رايحه على سيطره ثانيه اللي هي سيطره الزوج كمان، وبعدين يمكن بعدين بالمستقبل بتكون كمان تحت خدمه ابنها الذكر. فهي يعني هي من وقت ما بتخلق عم تخدم ابوها وعم تخدم اخوها وعم تخدم زوجها وبعدين عم تخدم ابنها. يعني هاي ببساطه سلسله حياه البنت، يعني سواء بالاسلام او فيني اقول لك كمان بمجتمعاتنا العربيه. بكل تاكيد اختي ساره، يعني حتى مجتمعاتنا العربيه وحتى المسيحيين ولا غيره اخذوا من الاسلام. يعني ما هو اصلا يعني اكثر شيء عم يحكم الاسلام هو عادات وتقاليد. يعني اليوم مثل ما قال ديفيد انه هو حكى عن المرأة بزمن الجاهلية وقبل ما يصير الديانات، بس ما حكى عن المرأة بعدين كيف هي صار ينظرها نظرة انه هي عار، انه هي ممكن انه بأي غزو يمكن ياخذوها كأسيرة، ممكن ياخذوها كسبايا. فهي البنت ما عادت شيء مهم بالعائلة، هي صارت شيء عار. فهو هذا الاب لما عم بيزوج بنته وهي بسن صغير تبع انه عم بيشيل هذا الهم من اكتافه وعم بيحطه على اكتاف الرجل. طبعا نفس الشيء الرجل كمان، المراه بالنسبه له هي عارفة بده يحافظ عليها باقصى وباقصى ما يمكن انه يعملوا فيها. يعني مشان يحافظوا عليها عملوها جوهره وعملوها حلوه وعملوها قشطه وعملوها كل شيء، بس المهم تبرير وتجميل لتصرفاتهم. يعني اليوم عم بيقول لك انه انا عم حافظ عم غطي مرتي، هذا الغطى كله اللي مفيم من فوق لتحت، لانه انا معتبره جوهره. هذا كله كلام تخدير، وللاسف النسوان عم ترضى فيه وعم تقتنع فيه. هدول النساء اللي حرام بتلاقيهم وصلوا لمرحله انهم شو بدهم يعملوا غير انه يقتنعوا خلص اوكي انا جوهره خلصني. سارة بدي أسألك، شو رأيك هلا بصراحة، يعني نكون صريحين، هلا عنا بحارتنا خلينا نقول نحن من الحارات الشعبية بحلب، يعني الأخت الكبيرة مثلا تكون مسحة خرال الولد وشخاخه وهو عم بزحف وهو بكبر بشوف، ولما بكبر يعني هالأخت الكبيرة أو الأم حتى ما بتقدر تطلع مثلا الا يكون معها، حتى لو كان طفل، بس المهم يكون ذكر، يعني يمشي معها طفل، حتى لو طفل مثلا هيك تكون عمره 20 سنه ولازم يطلع معها، حتى لو كان عمره 5 سنين 6 سنين المهم يطلع معها ذكر. يعني شو كيف تنظر لهالقصه هاي لهالشغله هاي بالذات؟ يعني هن مثل ما قلت لك عم يزرعوا بعقل الصبي من هو صغير انه هو حامي هاي البنت اولا. ثانيا اذا جيت على الشريعه الاسلاميه بيقولوا لك انه ممنوع المراه تطلع من بيتها او تسافر بدون محرم، فهذا الطفل حتى مع انه صغير فهو محرم بالنسبه لها. طبعا هلا شو نظرتي؟ انا نظرتي انه ما في ولا جنس العداله باي شيء، لا بالتعامل الاسري ولا بعدين هلا بدنا نحكي بنقاط ثانيه. يعني اليوم انا عمري 20 سنه بدي استنى اخي اللي عمره 10 سنين يكون فاضي ليطلع معي هذا المشوار، لانه هذا اخي اللي عمره 10 سنين باعتقادهم ممكن يرد عني شيء صايع من الشارع، يعني ممكن يرد عني شيء. اي هيك تفكيرهم انه لانه خايفين، هن بيعرفوا انه هدول الذكور بيستضعفوا هي المراه، فهن خايفين من هذا الذكر اللي بالشارع اللي حيشوف هي بنتهم او اللي حيشوف مرته او اللي حيشوف اخته، فهو بيبعت معها ذكر ثاني على اساس انه هذا سلاح يعني لها.
بكل تأكيد، للأسف الشديد حتى الإسلام يعني حول الرجل في نظر المرأة إلى ذئب، يعني راح يفترسها في أي لحظة، وهذا الواقع. يعني في كثير ناس بكون معهم حق لما مثلا البنت تطلع لحالها. يعني بصراحة خلينا بمجتمعنا هذا صحيح، ما في وحدة بتمشي لحالها بدون ما تتلطش. يعني هذا لأنه هذا تفكيرهم، يعني مع أنه أنت ماشي بمجتمع كله مغطى من فوق لتحت، وشافوا إصبع مرة أو شافوا عين مرة أو شافوا وش مرة، هذا هو بتحسهم أنه جوعانين لأنه أي شيء من المرة يشوفوها. لسه ما مشينا بالتجارب الثانية، يعني هلأ خلوا المرة تشوف الرجال اللي بالشارع زئب، وخلوها بالمقابل تشوف أبوها وزوجها وأخوها آلهة عن جد إله. يعني عن جد في حديث للرسول بيقول إنه إذا كان هناك من، ما بعرف إنه إذا كان بيقدر شخص يسجد لغير الله فكان أمر المرأة أن تسجد لزوجها. بالضبط تخيل أي قد بتجي. بالضبط، انه اذا في حدا غير الله تصلي له، تصلي لزوجها، يعني بهالمعنى هذا تماما، كان الحديث. تخيل لأي درجة يعني. صحيح صحيح. طيب خليني اروح للاخ ديفيد. الاخ ديفيد، انا بنفس السؤال بدي اسالك اياه بس بطريقه معكوسه. ما هي الحياه العائليه عند الصبي خلينا نقول، او الشاب، كيف بتعامل مع اخته، امه، زوجته؟ تفضل. بشكل تقليدي مثل ما قالت سارة، بيتم تربية الشاب من هو، أو الطفل مو شاب، من هو وطفل، على أنه هو أمل العائلة المستقبلي، هو سند أمه، هو يحمي أخته، هو حامي الحمى ورافع لواء العائلة وإلى آخره. بسبب هذا النوع من الزرع والتدريبات اللي مثل اللي حكت عليها سارة من شوي، انه يعني بيكون عمره 5 سنين لازم يروح مع امه مشوار لحتى ما حدا، يعني هو الرجال مع امه، هو عمره طفل لساته 10 سنين او ما شابه، هو الرجال اللي رايح مع امه. هذا الزرع من بالعقلية الذكر من هو وصغير، وبيتم طبعا دائما زرعه بالافكار اللي هي انه اخي النساء ناقصات عقل ودين، شاوروهن وخالفوهن، ولو كانت المراه يعني لها وزن او قدر او عقل او كذا لكان الله اختار منها شيء نبي ولا كذا، لكن هي دورها البيت ودورها الخ الخ الخ. فهذا الشيء اللي بيخليه بالنتيجه يوم اللي هو عم يعتبر انه شرفه وكرامته وا 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 وا، بدل ما تكون بذهنه هون او باي شيء شخصي هو عم يعمله، صار بالاعضاء التناسليه لاخته ولا لا لامه لاي انثى بالعائله عندها اعضاء تناسليه انثويه. هذا النوع من التفكير المدمر للمجتمعات، هذا النوع من التفكير السطحي والسخيف اللي بكل اسف، يعني انا ماني شايف انه من مصلحه حدا يطلع منه اليوم. يعني ما بتخيل في حدا اليوم بهمه بالمجتمع الذكوري من الذكور المسيطرين انه هو يعمل اصلاح لهذا الموضوع او تغيير له، لانه بتمس مصلحته. يوم اللي انت بدك تخلي تفهم المراه انه هي ما لها عوره وما لها ناقصه وما لها كذا وما لها كذا وما لها كذا، وبالتالي حيترتب على الشيء مستلزمات اخرى، انه هي صار لها راي، هي صار لها حريه، هي صار لها ما شابه، هذا الشيء ما بيناسبك. هذا الشيء رح يدفع المراه مثلا، لانه بدل ما تكون مكرسه من طفولتها بانه يا رجل بتشوف بنات صغار عمرها 2 و3 وكذا عم يلبسوها لبس عروس، وكل كلمه بيقولوا لها بتمنى اشوفك عروس، وان شاء الله بشوفك عروس وشوفك عروس. هي الطفله اللي هي من عمرها هذا العمر لحتى تكبر هي بس حلمها تصير عروس تابعه لصبي ثاني، لحتى مثل ما قالت ساره اهلها يخلصوا منها ومن همها مثل ما يقال، ولحتى هو يكون عم يتجهز من صغره انه في عروس عم تستناك بكره، لازم تقمعها بهي الطريقه وتتعامل معها بهذا الاسلوب. اذا انت بدك تفهم وتوعي الاناث على انهم يطلعوا من هي السطحيه بالتفكير، اللي حيصير ببساطة انه هدول الاناث اللي حيلتفتوا لانه يصيروا
دارسين، رح يدرسوا جامعات، رح يتخرجوا، رح يصير عندهم اهتمامات، حيصيروا باحثين، حيصيروا كذا، حيصيروا كذا، وبالتالي هذا الشيء رح يرفع سقف التنافس التزاوجي ما بين الذكور، مثل ما قالت سارة من شوي، الشاب ما بيعيبه غير جيبه بمجتمعنا. وبالتالي أنا كشاب إذا بشتغل أي شيء وإذا ما بتعلم وإذا ما بدرس بالمدرسة حلاقي بنات لأتزوجهم بعدين، لأنه هدنك البنات اوريدي عم يعانوا عند أهلهم ببيوتهم وهن مناطريني أنا لحتى أخذهم وريحهم من هديك المعاناة. هلا أوكي هو ناوي أساسا ليفوتهم بمعاناة جديدة ويقطع راس القط من شو بيقول من ليلة العرس وما شابه، ويجي يتفخر فيها قدام رفقاته كيف ضربها وكيف عملها وكيف سواها، وهذا شيء أنا وأنت وكثيرين حضرانين وشخصي مع بعض. بس قبل ما أنسى بصراحة، يعني أحد أفراد عائلتنا شوي يعني ما نقربين كثير توفى، على كل حال هو ورجل كبير كان توفى، في ليلة زواجه دخل على زوجته، وطبعا زوجته قريبتنا والقصة معروفة، يعني دخل على زوجته بدون أحم ولا دستور ونزل فيها ضرب جد، يعني هي قصة حقيقية، ما يعني ما ومثل ما تايل القصص هاي. لك ليش؟ طيب شو القصة؟ فهمني شو عملت؟ ما في، ضرب 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 وبعدين يلا تعال نمارس الجنس. يعني تصور على هالعقلية القذرة هاي، انه يعني على اساس انه مثل ما قلت انت يا ديفيد انه يقطع راس القط من اول ليله، فهي العقليه القمعيه اللي فهل وبعدين هل الرجل هذا انجب منها 17 هذا انا كنت احسب بعدين، ما بصدقني ما بعرف اذا كمل ولا لا، يمكن انا حذاكر قصه الانجاب هي في حلقه سابقه بحديثنا. فهذا الرجل فتصور كيف بدها تربي هالاطفال، شو بده يطلع من هالاطفال هدول، يعني شو العقليه هالاطفال هدول اللي يطلعوا عليه ويربوا ويبنوا هالمجتمع يصيروا مواطنين صالحين او مواطنين فعالين بهالمجتمع هذا للاسف الشديد. ما بيطلعوا جان مواطنين فعالين بالمجتمع، هدول رح يطلعوا اشخاص أخذوا الدرس من أبوهم، ازداد الدرس برفاق الشارع ورفاق القهوة والناس اللي حواليهم، لحتى حيمارسوا هاي التصرفات على نسوانهم أو زوجاتهم، واللي هن بالتالي حيشتغل الدومينو مثل ما أنا بعبر عنه، حتشتغل أحجار الدومينو تتابع بشكل مستمر. والذكور مبسوطين بهذا الموضوع بالمناسبة، يعني هذا الشيء لمصلحة الذكور تماما، انه انا بخلي الانثى بالمجتمع تفكيره سطحي، تفكيره بده شوف يعني بيخلي لك اياها تفكيره سطحي، بيخليها تفكيره بس بانه هي كيف تعمل مكياج وكيف ما بعرف شو تعمل بيبي وتحمل الامور هي السطحية، واخر شيء بيجي بيقول لك هي عقل سطحي وهي تفكيرها محدود. ما انت يا ذكر اللي بالاساس خليتها تصير هيك، جاي عم تحاسبها بعدين على هذا الموضوع، لانه الانثى هي ما بتولد بهي الطريقه السطحيه، وانت ما بتولد بطريقه عبقريه، ما انت اللي عم تحجمها وانت اللي عم تمنعها من انها تدرس وانت عم تمنعها بكذا. ما مصلحته اساسا انها تكون الانثى، برجع وبقول لك بمجتمعاتنا وكل المجتمعات اللي هي ما بدها تتقدم وما بدها تتطور، والناس اللي فيها حابين يعيشوا هي الحياة اللي على القهوة وعم يدخنوا أربيلة وكذا ويرب يسر، هي المجتمعات ما مصلحتها المرأة تتطور، لأنه هو بيهمه أنه هو إذا كان لا يملك شيء في الحياة ولا يفقه شيء في الحياة، وقت بده يتزوج يلاقي واحدة تتجوزه، إذا بده يتجوز تنتين وثلاثة وأربعة يلاقيهم موجودين ليتزوجهم. أما إذا أنت بدك تخلي أنثى مثقفة بالمجتمع ما حضرضى فيه لهذا الزلمة، فهذا الزلمة بالتنافس على التزاوج صار مضطر هو كمان يروح يدرس ويتعلم ويرقي مخه ويتعب على حاله ويشتغل على حاله ليصير أهل للزواج، ما له مصلحة بهالقصة. فببساطة لح يحط لك أي عراقيل، وأهم عرق أهم عرقلة بهذا الموضوع هو الدين، يعني هو الدين اللي بي 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 يعني شو أنا لو إنه بدي يعني بس أقول هالكلمة وأعطيك الميكروفون، انا مستغرب. هلا انا افقه وافهم واعي تماما
وقت أنا بشوف المشايخ ورجالات الدين كيف هن متحاملين على المرأة. وبالمناسبة حتى الدين المسيحي كانوا نفس الشيء بأوروبا، يعني وقت أنا عم بقرأ بالكتب وكذا بتفاجأ أنه لقبل 100 سنة من هلأ كانت لسه المرأة يعني لا ليس لها حقوق وكذا كما هي اليوم. وكانوا حتى في يعني أذكر نفس الجملة اللي هلأ بدي أقولها بالسيرة الذاتية لبرتراند راسل، عمي كان بال 1907 مترشح للبرلمان وكان برنامجه الانتخابي عن إعطاء المرأة حريتها السياسية وما شابه، فبيقول لك بسيرته الذاتية أنا مستغرب، قال لك أنا فهمان ليش الرجال عم يوقفوا ضدي، بس أنا مستغرب من النساء اللي هن واقفين ضدي، لكن الملكة فيكتوريا نفسها كانت ضد هاي الفكرة، وأنا نفس الشيء بستغرب بالمجتمعنا تبعنا، أنا بفهم على الشيخ هدول الذقون العفنة مثل ما أنت بتسميها، ليش هو عم يتحامل ضد المرأة، لكن وقت أنا بدي لاقي امرأة مسلمة تقية صالحة كذا بتقلك الإسلام كرمني وبتقلك أنا أخذ حقوقي وزيادة وفوق حبة مسك، يعني أنا هي ما بستوعبها، هذا الدرجة من التخدير يعني مازوخية فظيعة تحب جلادها، بزعل عليهم كتير. بقدر أنا جابه لديفيد، أحيانا أنا بعرف ليش المرأة ترجع بتقوي ابنها على كنتا او بتوقف مع سهرة او بهدول القصص، انا بحس انه القصة انه بيوصلوا لمرحلة انه ما بدهم مرة تعيش الحياة الاحسن من هنا عاشوها، يعني ما بعرف ايش، بحس القصة انه صارت مثل انتقام، يعني اليوم انا وصلت مثلا لسن 60 او لسن 80 او لسن 70 وانا عايشة تحت كنف ابي واخي وبعدين زوجي بعدين ابني، خدروني ما خلوني اشوف شيء من حياتي. هلا هي اولا تخدرت على قصة انه هاي هي حياة المرأة ما فيها تنفس اكثر من هيك، ثانيا اقتنعت بقصة انه فعلا المرأة عار وفعلا المرأة عورة وفعلا المرأة انه يوم القيامة عم يستناها شيء افضل، مع انه ما بعرف شو عم يستناها يوم القيامة غير انه تنظم الدور للحوريات، يعني ما بعرف شو عم يستناها يوم القيامة مع نفس الزوج طبعا بين قوسين. بس توصل القصة انا احيانا بحسه ما بغضب عن حسن نية لهدول الشخصيات اللي بعتبرها شيخة وتطلع على التلفزيون وتقول المرأة الصالحة والمرأة الصالحة، حتى مرة حضرت فيديو عن مرأة عم تحكي انه ما في مشكلة اذا الزوج بيضرب مرته بس لا يضربها على وشها مشان ما يشوهها، بس اذا هي ما عم بتطيعه ما في مشكلة انه يضربها. كيف انت عم تعدي بتحللي هاي القصص؟ فانا بقول هاي المرأة من نفسيتها الشريرة اللي صارت جواتها ما عاد بدها تستوعب انه في انثى تانية عايشة احسن منها، فبدها تكمل نفس القصة بس لحتى ترضي ذاتها انه انا عشت افضل حياة. صحيح صحيح سارة، بصراحة يعني مثل ما قلتي هي المرأة اللي تطلع التلفزيون وتقول يعني الضرب وهالأشياء هي، أنا ما بروح لبعيد يعني أنا كتير صريح وما بستحي من هالمسائل هي، يعني والدتي يعني نحن جزء من هالمجتمع هاد، والدتي كانت تقول وشو يعني جوزة وضربها كفين، يعني شو هالشغلة العظيمة. تماما، يعني هلا أي أم تجي بنتها لعندها وتقول لها جوزي عم يضربني او جوزي عم بيهيني او ما عم يأمن لي حقوقي، الام مع مين بتوقف؟ ام بنتها بتوقف مع الصغر، مع الصغرة مع الذكر، لانه اولا ما بدها ترجع لها البنت لعندها على البيت وهي مطلقة يعني، وبالتالي انه زيادة عار بالنسبة لهم، طبعا المطلقة هي عار اكثر لسان من انه البنت العانس، هاي نقطة. نقطة تانية انه عادي يعني انت ملكيته، هاي ملكية جان، يعني اليوم من بداية صك الزواج هي عبارة عن سلعة عم تنباع وعم تنشرى، عم ينحط لها مقدم وعم ينحط لها مؤخر، وحتى الذهب اللي عم يلبسها اياه هي مو ملكها، هاد ممكن يشل حياة ثاني يوم بالعرس، ولا في شيء اي ملكية ولا في شيء هي لها حق التصرف فيه، فهي عبارة عن سلعة هو اشتراها بمصاريه وهو حقه يعمل فيه اي شيء. بالضبط بالضبط سارة، للاسف الشديد هذا وضعنا، وهذا لذلك يعني لذلك نحن هالحروب هاي اللي عم نتحاربها وهالمشاكل اللي نحن فيها كلها من وراء انه المرأة يعني المرأة مو فقط انه مسلوب حقوقها، هي تحولت لبضاعة مثل ما قلت، يعني بضاعة تنشر وتنباع
فإذا المربية الأساسية النبع الحنان الأم تباع وتشترى وهي مقتنعة بهالعبودية هي، ف يعني أظن شيء طبيعي إنه يطلع منا مجتمع كالمجتمع اللي شايفينه، يعني نتيجة طبيعية نتيجة حتمية اللي شايفينه للوضع الأساسي بالأساس لوضع المرأة والتفكير الموجود بهالمجتمع هذا. طب خلونا نروح على سؤال تاني سارة، إذا كيف تتم المعاملة للفتاة عند البلوغ وما هي الآثار السلبية التي تترتب عليها بهذا السن؟ تفضلي. هلا عند البلوغ للفتاة هو ما بعرف إذا هو عند بعض العالم يوم فرحهم ولا يوم تعاسهم، لأنه بصير بقى بدهم يدقدوا بإيديهم وأسنانهم إنه يتجوزوها لهذه البنات، وطبعا هذا الشيء لحد الآن موجود، وأكثر شيء بالدول الخليج موجود إنه البنت بمجرد فترة البلوغ إنه لازم بقى تتجوز خلاص، يعني تتجوز تتحجب، يصير يتصرفوا معها كأنها صارت امرأة، حتى لبسها بيختلف، حتى ممكن الأم تصير بقى تعطيها هدول التدريبات تبع المكياج والشعر وتصير بقى تعرضها قدام هدول الناس الخطابين وهدول الأشخاص، خلاص صارت بنتها جاهزة للزواج. هاي البنت شو ما كانت تحصيلها الدراسي وقد ما كانت متفوقة وقد ما كانت ذكية ما رح تقدر تستوعب انه تفضل الدراسة ولا تفضل الحياة الزوجية، ما عم تقدر تعرف انه يا ترى معقول يكونوا اهلي مو هدفانية مصلحتي، يعني معقول تكون فعلا الحياة الزوجية مو اهم من دراستي، فبيصير عن جد انه ما ضروري تدرسي، اشجوكي خطابين تطلعي قدامهم، صارت بنتك كبيرة ليش لهلأ ما جوزت؟ كبيرة طبعا بين قوسين 18 سنة، يعني هاي الكبيرة صارت، يعني فبيزيد خوفهم عليها أكتر، بيبقوا عم بقلك انه يكبروها أكتر من عمرها، انه يخلوها تصير كأنها تتصرف كمرة، تركض كمرة متزوجة ويحضروها لهي فترة الزواج حتى يجي صاحب النصيب ويشيل هالهم عنهم. فهي فترة البلوغ عند الأنثى هي فترة انتهاء طفولتها وبداية حياة تحضير لأنها تصير امرأة. تمام. ديفيد أنا بدي أروح على سؤال، بصراحة في سؤالين ما رح أوجههم لك، بس في سؤال الخامس بدي أوجهه لك، كيف ينظر الإسلام للمرأة المسلمة؟ يا ريت تفضل معك الميكروفون. المرأة في الإسلام هي شيء. It's not a person. It's not a person. بالنسبة له هي شيء. لم أجد على الإطلاق ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يقول أن الإسلام اعتبر المرأة على الأقل إنسان. هي شيء تابع للرجل، ممتلك من ممتلكات الرجل، مثل معزايته، مثل الحصان اللي عنده، وشيء بس، هي عبارة عن شيء بتعيش عنده ببيته، بيتعامل معه بالطريقة اللي هو بتناسبه، إلخ إلخ إلخ، بيضربها بيعملها كذا، هي شيء، هي ليست إنسان. أنا ما شفت يعني أي مبرر او اي مكان الاسلام اعتبر المرأة فيه انسان. حتى لاحظ الحياة الاخرى، حياة ذكورية، جنة ذكورية بالمية مية، مطلقة الذكورية، يعني ما بعرف شو بيسموها، نايت كلوب ذكوري بالمية مية، ما في اي شيء، يعني حتى انت وانا هادلي بيستغربوا انه مرأة مثل ما قالت سارة قبل شوي، يعني فسقفة يعني هي البنات اللي عم تضبط له البنات لزوجها، يعني هي هذا سقفة. ديفيد رح أخليك بس تكمل من عند النايت كلاب. لما تقول نايت كلاب بيبدر للذهن، بصراحة يعني أنا لذهني بيبدر إنه شباب وبنات ومتحررين وعم يشربوا ومبسوطين، بس الجنة الإسلامية إذا حبيت توصل الفكرة اللي أنت أنا عارفان شو فكرتك، إذا حبيت توصل الفكرة لازم تقول كباريه،
الكباريه بالمفهوم الشرقي انه رجال تاتي ونساء مدفوع لها الثمن لتبسط الرجال، هي يعني المفهوم الشرقي هو الكباريه، الجنه الاسلاميه هي الكباريه وليست نايت كلاب. انت اسات للنايت كلاب يا ديفيد. بصراحه انا ما عندي خبره فيه انا دول، وما عندي خبره بالحياه الليليه بانواع وكذا، لكن قلت نايت كلاب ذكوري، فانا تخيلت ان الموضوع تبع رجال عم يجوا ونساء ورقاصات وكذا، فكباريه ما بعرف شو المرادف الانجليزي لها اكثر من هيك. whatever هو هيك يعني، بس في عندك القواد الكبير جل جلاله عم يوزع النسوان، عم يوزع الخمر وبالنهر اللي بدك اياه، خمر واكل وكذا، يعني جنه سخيفه تافهه منحطه لابعد الحدود، وذكوريه. فالمرأة في الإسلام يعني هي ليست أكثر من أداة لمتعة الرجل ولإنجاب أطفال اللي هن ذرية الإسلام اللي هي حتكون الأجيال القادمة بالإسلام فقط لا غير. لا أستطيع أن أرى لها مكانا في الإسلام خارج هذين الشرطين. ومو من عندي الكلام، يعني انت فيك تتابع شيوخ الفضائيات وتقرا كتب دينيه وكتب الفقهاء وكذا وكذا، هي مهمه المراه خلقت لجوزها لحتى تطبخ له بالبيت، ترعى له امور البيت، ترعى امور الاطفال، ما بيحق الا اصلا تتمنع اذا هو بده يمارس معها الجنس بالليل لو ضاربها قبل منها whatsoever ما بيهم، بس هو الزلمة حابب يمارس الجنس وهي لازم توافق غصما عن ربها مو بكيفها، بس وتجيب له اولاد، لانه اذا ما جابت له اولاد واذا ما جابت له الصبي تحديدا كمان يعني حق فرنجين بكبه وما حدا بيعتب عليه بالمره ولا اي شيء، حتى بيدفع لها مهرها، يعني بيدفع لها يعني جماعه حقانيين هو بيدفع لها، عم يعني يستمتع فيها مثل ما انا هلا اذا بروح او بتصل بالسيرفيس اللي بيبعثوا لي بنت بستمتع فيها ببعطيها مصاري، كمان الإسلام نفس الشيء بيدفع لها مقدم مؤخر، قسم قبل أداء الخدمة قسم بعد نهاية الخدمة، موضوع نظامي بزنس مثل العادة ما في عليه أي مشكلة يعني. فهي ليست إنسان. وما استمتعتم به بينهن أعطوهن أجورهن. شو اسمه عقد الزواج جان بالإسلام؟ شو اسمه عقد الزواج؟ عقد نكاح، اسمه عقد نكاح. هلأ روح على المحكمة الشرعية اللي بدي يتجوز بيعطيك عقد مكتوب فوق عقد نكاح، يعني ما هذا هو عقد نكاح، هو هي بس أداة، يعني هي عاهرة شرعية بالنسبة له، بس هي العاهرة بتجيب أولاد ما في مشكلة هيك بس. وأنا آسف على كل اللي حكيته بس هذا مو كلامي، هذا كلام الشيوخ ورجالات الدين، يعني أنا لا أتبنى أي شيء مما قلته لهلا. أرجوك لا تعتذر ديفيد، أرجوك لا تعتذر، هي الحقيقة ونحن جايين نحكي الحقيقة، ومثل ما أسلفت أنت دور الله في الجنة، الكباريه هذا اللي مسمى الجنة هو، أنا بصراحة خطرت لي الفكرة في الآن يعني حالا خطرت لي أنه دور الله هو الجرسون بالكباريه، لما بيقول المسلم أريد هذه الفتاة فبالله بقول له شبيك لبيك يا قرصان، فبيجيب له اياها، بده الطير الطاير يلاقيه مشوي، الله مثل القرصان بقول له شبيك لبيك هي، وعلى هادو مثله يعني. فالله دوره بالكباريه الاسلامي او الجنه الاسلاميه الكباريه الالهيه هو دور القرصان. ذكرتني من يومين معي مقطع فيديو للشيخ، يمكن كان شيخ شيعي ماني متذكر بس على الاغلب شيعي، عم يقول لهم انه بس لنفوت على الجنه بدنا ناكل من مائدة، ما عاد تذكر بياكلوا كباب ولا شو الأكل اللي بدهم ياكلوها، ومن أعدها لنا؟ الله جل جلاله هو أعد لنا هذا الطعام لحتى ناكله. فيعني هو قرصون يعني الزلمة طباخ كمان صاير. على كل خلينا نروح لسؤال ثاني من أختي سارة، برأيك ما هو مستقبل أغلب الفتيات المسلمات وكيف يتم قمع أفكارهم وتطورهم يعني؟ تفضل. هلا مثل ما سلف وحكى ديفيد إنه ما من مصلحة أي رجل إنه ياخذ امرأة متعلمة أو مثقفة، لحتى ممكن إذا لاحظت بمجتمعنا، يعني بما إنه أنا وأنت مدينة واحدة أو مجتمع واحد نحن الثلاثة،
حتى إذا لقيت طبيب أو مهندس أو ممكن أستاذ بالجامعة، فنادرا نادرا تلاقيه عم بدور على زوجة بتكافئه بالثقافة، لا بتلاقيه عم بدور على زوجة مثلا أصغر منه ب 15 سنة أو ب 20 سنة، وحصرا تكون غير متعلمة. ليش؟ حتى يقدر يمارس ذكوريته عليها. إذا جاب وحدة مثقفة وبتكافئه بالثقافة، ما في شيء ممكن يتعالى عليه فيها، لغاية إنه إذا أخذ هاي البنت اللي أصغر منه بالعمر وأصغر منه بالثقافة وأصغر منه بالوعي، مع إنه مو قلة ذكاء منها، يعني هي منقمع من أهلها ومنقمع من مجتمعها كلياته، فبصير إذا بدها تحكي معه بيقول لها أنت ما بتعرفي حالك، ما من عم تحكي تبع، إنه هو بصير الرب تبع العيلة. وفعلا في هذا المصطلح اسمه رب العيلة، صح؟ في هذا المصطلح نحن عندنا بمجتمعنا، فبتزيد لسه كمان بصير عنده ذكورية أكثر إذا كان هو مثقف وهي غير مثقفة، بينما إذا كانت هي مثقفة، يعني إذا عكستنا الآية، إذا هي مثقفة وهو لا، بتزيد نقمته عليها أكثر، لأنه بصير معه هذا عقد النقص إنه هي عم بتعايره أو هي عم بتشوف حالها عليه، أو بصير بيقول لها إنه أنت قد ما تثقفتي أنتم ناقصات وعقل ودين وشاورهن وخالفونا من هي القصص. هلا هاي القصص كلها بتأثر سلبيا على نفسية الأنثى على فكرة. يعني اليوم لما الذكر بيكون بأيام الخطبة عم بيورجيها إنه هو حاببها أو شيء، بتيجي بأيام الزواج بعدين بتنصدم فيه، بتنصدم بذكوريته، بتنصدم إنه هي طلعت من سجن فاتت لسجن تاني، طلعت من خادمة بيت فاتت لبيت تاني تخدمه، ما عندها حق الاعتراض على أي قرار، ما عندها حق الاعتراض بإنه هي بدها تنجب أطفال ولا ما بدها تنجب. هي محكومة مو بس من الزوج، من الزوج ومن عائلة الزوج كمان اللي هو العم والحما وابن الأحمى، لدرجة يا جان حتى بالدولة بقانوننا الأم ما عندها حرية إنها تتصرف في أطفالها أو تسفرهم إذا كانت مطلقة أو أرملة إلا بمشورة أخو الزوج أو أبوه. يعني حتى لو كانت هي مثلا مطلقة من هذا الزوج أو هذا الزوج متوفي، هي ما عندها الحق انه تاخذ اطفالها وتسافر برا البلد الا ليكون يوافق بموافقه العم او الجد. حتى اذا جيت للميراث، ميراث الاسلام للزوجه هو تمن نصيبه من الزوج، يعني هذا التمن، يعني ابنها بياخذ حظ الانثيين وهي بتاخذ الثمن والبنت بتاخذ نص حق اخوها. هاي المراه كمان في كمان شغله كثير مهمه، العدة لما بيتوفى هذا الزوج أو لما بيطلقها محكوم عليها إنها تقعد بالبيت 3 شهور أو تقعد بالبيت فترة حمل كاملة. يعني إذا هي توفى زوجها بأول فترة حملها أو طلقها أو تركها ومشي مدري شو كانت أخلاقه، هي 9 شهور حتضل بالبيت. بينما ما بعرف عم بقرا كنت بالتشريعات انه الزوج بحق له يدفن مرته ويروح يتجوز بعد لحظات، الزوج مو محكوم عليه لا يقعد بالبيت ولا يحزن على مرته. لا سوري، في نقطة كثير مهمة يعني مظلوم فيها الزوج بصراحة، يعني هذا الذكر كثير انا شفته مظلوم بهي النقطة، انه قال اذا طلق زوجته الرابعة، اذا كان عنده زوجة رابعة 4 زوجات وتطلق زوجته الرابعة، فهو ما بيحق له يتجوز قبل 3 شهور، يعني قبل ما تنقضى هاي العدة تبعت الزوجة الرابعة. عن جد كتير زعلت أنا بهاي النقطة، هيستناها لأنه على أمل ممكن إنها ترجع له. تخيل 4 نساء مو مكتفي ولا بوحدة ولا بتنتين، يعني شو بدك تأثير سلبي أكثر من هيك على نفسية المرأة إنها دايما مهددة؟ أولا بده يطلقها وبده يكبها بالشارع، دايما هذا الزوج بيقولها بدي طلقك وكبك بالشارع، ممكن إنه يتزوج عليها ويكسر لها عواطفها ومن دون ما يفكر بهذا الشيء، يتزوج عليها وحدة وتنتين وثلاثة كمان مثنى وثلاث ورباع. لو لسه في ناس كمان بيحبوا يتشاطروا بالحساب بيقول لك هدول 9 مثنى وثلاث ورباع، هدول مجموع، هدول مو بس انه 4. فشو بدك اكثر من هيك تاثيرات سلبيه؟ هذا الشيء اللي بيخليها بعدين انها تستسلم وانه خلص ما زهدت الدنيا وما عاد بدها شيء، بتصير بقى بتحط املها انه يمكن الله يعوضها بالاخره بشيء ثاني. يعني برجع بقول لك ما بعرف شو هي عم تتامل، فبتصير انه همها انه تربي اولادها وترجع تنقل نفس العقد النفسيه لبنتها لان هي هيك تربت، فبتلاقيها بنفس الشيء عم تتكرر هي القصص. هاي الحاله هذا الشيء بتلاقيه بمجتمعاتنا، بتلاقي المراه بعمر 30 او 40 مبين عليها انها اهرمت،
لا عاد عندها طموح، لا عاد عندها أفكار. حتى بتلاقيها إذا قاعدة، إذا قاعدين العيلة، الأب والأم والأطفال أو الأبناء إذا صاروا كبار، الكلمة الأولى والأخيرة للأب. الأب بياكل اللي بده إياه، التلفزيون بيشوفه اللي بده إياه الأب، حتى البيت موقعه ديكوره كل شيء مثل ما بده إياه الأب. الأم ولا شيء، الأم خادمة وبس. كل هذا شو بدك أكثر من هيك؟ أكثر من هيك تأثيرات سلبية على هي الزوجة وهي المرأة اللي بتخليها إنه خلص، يعني صارت بال40 إنه عم بتعد بقى أيام عدد، ما عاد بدها شيء تاني يعني. يا حيف يا حيف يا حيف، وربونا هيك للأسف الشديد. وحتى اللي يعني بنقول نحن متحررين وهالأشياء هاي صدقيني اختصارها موجودة رواسبها فينا، يعني إذا ما كان من المستحيل صعب جدا جدا أن نتخلص منها، من هالعقد النفسية اللي زرعوها فينا للأسف الشديد. يعني أنا ما بقول عن نفسي أنا والله ملاك، ويعني هذا نحن إن شئنا وإن أبينا هذا نحن، هيك ربونا. ومهما مهما حاولنا نتحرر بتم هالعقد النفسية موجودة فينا، وأملنا الوحيد إنه نقدر نغير من حالنا شوي أقل شيء. يعني ما بنقدر نصل للبرفكت، ولكن أقل شيء بنقدر يعني نغير ونعطي هالتغيير البسيط للجيل اللي بعدنا، والجيل اللي بعدنا يعطي التغيير البسيط للجيل اللي بعده، حتى تصل لمرحلة المساواة الحقيقية اللي كلها نطمح لها. يعني أنا واحد الناس، لست ملاكا، يعني أنا واحد الناس اللي تربيت بهيك أجواء ومؤثرة فيني، وما أظن يعني هاي شخصيتي صارت يعني للأسف الشديد. اليوم جان، طول ما انه مجتمعك عم يحكمه الدين قبل القانون، ما رح يطلعوا من هاي الدائرة ولا رح يتطوروا ابدا. يعني اليوم تفسير وتبرير اي زوج بيعامل زوجته بشكل خاطئ او غير متحضر، هو بيقدر يجيب لك فيه حديث شريف او آية قرآنية، مثل ما طلع الشيخ العظيم العريفي قال المرأة ناقصة عقل بسبب غدة، ما بعرف نسي اسمها، بس بتعلميها طبعا بين قوسين علميا صح، علميا تماما. وبالسعودية اللي هلا ممنوع المرأة تسوق مشان ما تخالط الرجال، ممنوع المرأة تشتغل حتى ما تخالط الرجال، ممنوع المرأة تتثقف حتى ما تخالط الرجال. فشو بدك أكثر من هيك؟ يعني حتى لما بيقولوا إنه تدرس للتاسع أو بس تبلش تفك الخط مشان الأطفال، أنا بدي أتزوج وحدة دارسة للتاسع مشان أولادي. تخيل يعني مشان أولاده، يعني ما بيهمه عقله ولا بيهمه ثقافته، حتى ما عنده حرية إنها تسمي ابنها، لأنه دايما محكوم عليها إنه الابن بده يجي هو أصلا أوريدي مسمى على اسم أبو الأب أو مسمى على اسم الحماية، بغض النظر إذا هي موافقة ولا ما لا موافقة. هذا هو مجتمعك، وهي الأنسب بمجتمعك يعني. بكل تأكيد سارة. طيب خلونا ناخذ تعليق على اليوتيوب. جانا الأخ محمد فضل عم بيقول: سؤالي إلى ضيفيك، نلاحظ أن أكثر الناس تمسكا وإخلاصا للأديان هن النساء، وهذا الأمر أو هذا الأمر في الإسلام والمسيحية وحتى الهندوسية، لماذا هذا الشيء؟ ونحن نعلم جميعا موقف الأديان من المرأة، هل لأنهن ناقصات عقل كما قال محمد قثم ابن عبد اللات؟ اللي بيحب يجاوب السؤال. سؤال كتير ذكي، وأنا كنت عم فكر فيه قبل شوي، ويعني طرحته هيك بشكل عجالي. اللي عم يصير أنا برأيي، وجود العقلية، وهذا السبب اللي خلاني بالأساس أعمل هي المقدمة المستفيضة لحتى أوضح إنه العقلية كلياتها ذكورية بالوقت الراهن بالفترة الحالية اللي إحنا عم نعيشها. يعني مستقبلا بعد كذا ألف سنة، وقت حيجي مؤرخين وحيكون في واحد قاعد مثلي وواحد قاعد مثلك جان، حيكونوا عم يحكوا على الحقبة تبعنا ويسموها حقبة ذكورية، ويحكوا على الحقبة اللي قبلها واسمها حقبة أنثوية. بسبب وجود هي الحقبة الذكورية أو العقلية الذكورية بالمجتمعات، خلت الرجل يقمع المرأة مثل ما قالت سارة قبل شوي. هي وقت عم تكون مبرمجة من صغرها من طفولتها على أنه هي محجمة، وعلى هي
ناقصة، وعلى أنه هي لا ليست أهل المسؤولية، وعلى أنه هي كذا وكذا وكذا. فهذا الشيء خلاص هي اللي حترضخ للأمر الواقع، أنه شو بدي أعمل إذا حاولت تتمرد؟ وشفنا هاي الحالات، إذا حاولت تتمرد على أهلها لح تنقتل، يا ضرب يا قتل على الخالص، وإذا كان أو تنحبس أو تتعنف بغض النظر. فبتقول لك خلاص أخي خليني أنا يعني خلاص هذا قدري، هذا قدري. يعني غير الحالة النفسية اللي هي بتأثر فيها، يعني أنت بعلم نفس الطفل كان حديثنا الأسبوع الماضي، إذا أنت بدك تربي الطفل وعم تقول له أنت غبي أنت غبي أنت ما بتفهم أنت كذا أنت كذا، خلاص بيقول لك ايه أوكي أنا ما بفهم أنا غبي، خلاص خلاص أنا اقتنع بهذا الشيء. البنت وهي وصغيرة عم تتعلم، من هي وطفلة، من هي وعم تتعلم A B C الحياة، عم تفهم مثل ما قال صديقنا بكل المجتمعات الدينية، لأنه كل الأديان السائدة حاليا هي أديان ذكورية بلا استثناء، لا توجد، يعني يوجد بعض البقايا الأثيرية لكن ليست سائدة، كل هالثقافة الذكورية عم تنبي البنت من هي وطفلة صغيرة على أنه أنت محجمة وأنت مهمتك البيت والطبخ والكنس وكذا وكذا. وبيشتغل موضوع الدومينو مثل ما قالت سارة ومثل ما أنا قلت قبل شوي، أنه موضوع الدومينو إما بالأساس اللي هي عم تربيها ما لح تطوره، ما لح تقلها تمردي، ما حتقلها هذا مجتمع ذكوري، هي ما بتعرف أساسا رقم واحد، رقم اثنين هي الأم أوريدي مبرمجة، هي الأم أوريدي مبرمجة، فحتنقل هي البرمجة لبنتها وبيشتغل موضوع الدومينو شغال. وبالتالي المنفذ الوحيد بصفي لهي البنت انه خلاص انا هي الحياة تبعي هي سجن، هي كذا هي كذا هي كذا، انا مهمتي كون مخلصة لزوجي، كون مخلصة لبيتي، ربي ابناء، اقتنع عبركي بقى الحياة الاخرى بتكون احسن لي من هذا الوضع. لا تنسى انه بأي المجتمعات على الاغلب نسبة الاناث اللي هن اللي بيتدرجوا بالمراحل التعليمية العالية نسبة اقل بكتير من الذكور، حتى بأوروبا قبل فترة من هلأ نفس الحالة. وبالتالي المرأة صارت شوف عندها شو كم مصيبة، مبرمجة بأنه هي ناقصة وفاشلة وكذا، وحياتها بس محجمة بهذا الشكل الصغير، الرجل هو السيد تبعه هو الإله تبعه، هي مهمتها بالحياة بس أنها تخدم هذا الرجل، هي لم تتح لها الفرصة أنه هي تتعرف عن طريق الدراسة والعلم والقراءة و انه هي تتعرف على انه هذا الكلام خطأ، وبالتالي خلاص وضخت له صفي امل الوحيد بانه هالاله الرؤوف الرحيم العادل، اذا كنا عم نحكي على الديانة الاسلامية والمسيحية، او انه اذا كنا عم نحكي على الديانات الشرقية انه هي تفوت بحالة الانعتاق الكلي مثلا بعد الموت وتخلص من هالقصة بقى. فهي بتتوجه لانه تترهبن او تتدين اكثر على امل بحالات الديانات الشرقية بركي بحياتي الأخرى بيطلع بذكر، أو بركي بحياتي الأخرى بسبب أعمالي المنيحة، لأنه هن هيك المنظومة عندهم، بسبب أعمالي المنيحة بطلع بهيئة راهب، من الرهبنة تبعي بفوت بحالة الانعتاق الكلي وبخلص من هالمصيبة. ما في قدام حل، ما في قدام حل، بينما الرجل عم يتمتع بملذات الحياة كلياتها، خلص آخذ الدنيا طول بعرض، شو بده شغال معه، ومثل ما كلياتنا بنعرف ما بيعيبه شيء وما كذا وكذا وكلياته، يعني شو بده يعمل بيساوي امين، ما حدا عنده ما حدا بيحكي معه ولا كلمه، هو رجل قد ما طلع ونزل هو رجل، وديك شو ما بدها تعمل هي امراه، لاحظ هي امراه مستواها تحت، هو رجل شو ما عمل بضل رجل، ان شاء الله يكون لا يفقه اي شيء. وبالتالي فهو رح يكون يعني ما له كثير مضطر لانه يلجا للمخدر الديني مثل ضروره لجوء المراه للمخدر الديني. تفضل جان. أكيد أكيد سارة، أنا بدي أوجه السؤال نفسه ذات نفسه إليك كمان، الأخ طالب الرأيين بصراحة، يعني شو السبب تمسك المرأة أكثر بهالاضطهاد هذا، وخلاصا للأديان، يعني الأديان اللي بتضطهده بكل. أتفضلي سارة. شوف جان رح أقول لك، المرأة صدقني كل النساء اللي متمسكين هلا بالدين بمجتمعنا هن متمسكين فيه لأنهن خايفين لمجرد انه تجيهم الفرصه انه يقدروا يحكوا او يطلعوا من هاي الدائره رح يحكوا. يعني اليوم الام حتى لو كانت مقتنعه بينها وبين حالها انه هذا الدين ذكوري وانه هذا الدين غلط، ما بتقدر تربي بنتها عكس هذا الشيء، اولا لانه حتخاف
من التمرد اللي ممكن تعمله بنتها من الذكور اللي حواليها. يعني اليوم بنتها إذا بتطلع بحالة غير اللي هي تربت عليها إنه تقول إنه لا هذا الدين ذكوري وأنا ما بدي إياه، شو ممكن يعملوا فيها بالمجتمع؟ بيقتلوها دغري، بيقتلوها أو بتزيد سلطون عليها أو بيحبسوها مثل ما قال ديفيد. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي هي اللي بقى المرأة اللي صارت بقى كبيرة بالعمر عم بتحط أمل هذا المخدر إنه بلكي إنه الله بيعوضها بحياة ثانية أفضل من هاي الحياة. هاي النقطة الثانية. هلأ من أهم الأسباب اللي إنه المرأة تتمسك بالدين أو اللي خبروه عليها بالحياة الزوجية إنه لا تنسى إنه في شيء اسمه الزوجة الصالحة. من أهم شروط دخول المرأة للجنة إرضاء الزوج، إرضاء الأب، بعدين إرضاء الزوج. وبالتالي اليوم عم بيخدرها هذا الزوج إنه أي حكم أو أي فرض عم يفرضوا عليها سواء باللباس أو بعدم الطلعة أو بعدم حريتها فهو ثواب لإلها، جاني يدخلوا سوا على الجنة. فهي عم تطلع إنه بلكي بدخل على الجنة إذا رضيت ورضيت الله يعني. فرضى الله من رضى الوالدين، وأنا بقول لك كمان من رضى الزوج كمان. ما بتسمع إنه الملائكة بتلعن إذا كانت مزعلته لزوجها. فهي القصص اللي حتى لو كانت بينها وبين حالها ما لها مقتنعة فيها، ما فيها تطلع فيها ولا فيها تحكيها، وراح كمان تحولها لبنتها بنفس ما هي تخدرته لأنه حتخاف على بنتها إنه تطلع وتحكي عكس هذا الكلام. صحيح سارة، صحيح. عندي تعليق من الأخت ديانا. أنا بتمنى الأخت ديانا تتصل فينا وتداخل صوتا. يعني عم تقول تحرير المرأة من الظلم الواقع عليها سيكون أصعب من تحرير العبيد، لأن المرأة في أغلب المجتمعات تحررا آلة للجنس والإنجاب وهي مخلوقة من أجل الرجل، يعني بهال تعبير هذا. ف طيب خلونا نروح سؤال تاني إذا على صفحة اليوتيوب. في الأخ هشام عم بيقول حبيبي جان وحبيبي ديفيد لكما كل الاحترام، يا ريت لو ذاكر سارة كمان. أكيد سارة معنا، أظن ما بعرف إذا نفكر انه بس نحن الاثنين موجودين بالحلقه، لا نحن ثلاثه. على كل سؤالي اذا كان ممكن، لماذا اغلبيه الملحدين يعتبرون خاصه المسلمين اعداء لهم؟ المسلم 100% ضحيه، كيف للملحد لا يدرك هذا مع العلم له قوه النقد؟ يجب على الملحد ان يتعامل مع المبرمج كما يتعامل الطبيب مع المريض. بكل تأكيد. يعني أنا بصراحة خليني بس أنا أجاوب وأعطي الفرصة لأصدقائي كمان يجاوبوا على السؤال هذا. يعني شفنا ملحدين بصراحة أني عم بطلعوا من هالثقافة الإسلامية، يعني شفنا ملحدين للأسف الشديد يعني ما بقدروا يشوفوا أكثر من أنفهم. يعني فليس كل الملحدين يعني فهمانين الطبخة وفهمانين كل شيء، يعني في كتير ملحدين ما نفهمانين شيء من يعني طيب، وحتى تصرفاتهم تصرفات صبيانية على للأسف الشديد مثل ما قلنا. سارة كيف بتردي على هالسؤال هذا؟ لا بصراحة يعني مع أنه هو مو موضوعنا موضوع الملحدين، بس أنا دايما بنظر للملحدين على أنه نوعين. النوع اللي هو ملحد بس لأنه ما بعرف ليش أصلا ذكر ملحد، يعني ما بعرف يعني بالعكس المفروض انتوا ترضوا بالدين الاسلامي فهو اعطيكم كل الميزات. يعني اولا في اشخاص ملحدين بيطلعوا بيقولوا بيصيروا بقى بيسبوا الله وبيصيروا بيكفروا وبيصيروا وبيقعدوا بيقول انا ملحد هيك تبع انه طب ليش انت ملحد ما حدا بيعرف هيك بس انه هو بيكره الله. يعني النوع الثاني انا ما بحب اقول عنهم ملحدين بصراحه، بحب اقول عنهم علمانيين. هدول اللي قعدوا درسوا وفهموا كل القصص وحصلوا على كل الاجابات لحتى قدروا يوصلوا لفكره عدم وجود الله. فهذا جوابي يعني. اوكي طيب معنا اتصال من الاخ معروف. معروف المجهول، تفضل أخي معروف المجهول. نعم، مرحبا حبيبي. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، تفضل أخي. حيك حيك جان الأخ ديف وأخت سارة.
طبعا موضوع اليوم انتظره من زمان، ذكرتوني قبل يومين او عفوا. الو، سامعينك، تفضل. وعيرت علي صوتك اكثر عشان يكون الصوت واضح، تفضل. تمام، واضح الان؟ تفضل. طبعا قبل يومين او ثلاثة كنت اناقش احد الاصدقاء عندي على الفيسبوك عن هذا الموضوع بالذات، فهو عن الأقاويل المعروفة عن كيفية دفاع المسلمين عن، فذكرت له حديث أنه محمد اطلع على النار فوجد ثلثاء أهل النار من النساء، فقال نعم صحيح هذا، يعني أنا استرسلت معه في الكلام، فقلت يعني إن كان كذلك فإن الله خلقنا على هذه الطبيعة، مثل ما تقول تكفر العشير، تقول له ما معك خير قط، فإن الله هو جبل المرأة على هذه الطريقة. قال صحيح. قلت لكي تعرف دخول النار يجب عليها أن تجاهد نفسها وتجاهد هذه الطبيعة التي خلقها الله عليها وتفعل المستحيل كي تذل نفسها لترضي زوجها. قال صحيح. قلت بعد كل هذا الجهاد والتعب ستدخل إلى الجنة لترى زوجها يتقلب مع الحين في الجنة من حورية إلى حورية، وهي ما قلنا إحنا في العامية تمسك سرة على زوجها، يمكن تشوفه كل 400-500 عام مرة. قال صحيح. قلت له فتموت له كمدا وهما. قال لا، يعني بهذه البساطة جاوبني جواب، يعني لغاية الآن أنا مصدوم من جواب. قال لي لا تخاف ينطيها واحد ويراضيها. تتخيل معي أنا بهذه اللحظة مصدوم من هذا الجواب، لم أستطع أن أناقش ولم أستطع أن أخذ وأعطي معه. هي بتعرف معروف حبيبي معروف. نعم. هي أنا أظن أغلب نساء الجنة راح يروحوا يخونوا أزواجهم، يعني بس مع مين؟ مع الغلمان المخلدين بلكي، يعني ما في غير هي الطريقة، أو يروحوا عن محمد هو ما بوفر. شوف المكر، شوف المكر في وصف الجنة، ولدان مخلدون يعني ولدان لم يبلغوا سن الحلم حتى تخون المرأة زوجها. نعم. تصور حتى هذا في الخيال له الإسلام، في الخيال حتى جعل حدود للخيال، شيء يفوق الوصف. بصراحة أظن إذا المرأة بدها تخون زوجها، يعني مو تخون بحاجة جنسية مثلا، لأنه الكباري الإسلامي كله جنس، فالمرأة كمان بدها جنس، فما لها غير محمد روح، هو ما بيوفر، يعني ينكح الأخضر واليابس. جمايله كثرت علينا، ما يا حيف. شكرا لك اخي معروف، وبتشكرك كثير على الاتصال الطيب، شكرا لك. طبعا اصدقائي انا بشجعكم على الاتصال وبشجعكم على المداخلات. خلونا نروح لسؤال ثاني. ساره، ابدا معك بهالسؤال هذا، شو هي التشريعات الغير عادله بين الرجل والمراه بالاسلام؟ تفضلي. التشريعات لما بيجوا بيقولوا لي انه جعل الاسلام العداله بين المراه وزوجها او بين الانثى والذكر، ما بعرف وين شاف وجه العداله. يعني اليوم بيجوا بيقولوا لك انه قبل الاسلام كانت المراه لا يحق لها ان تملك ولا يحق لها الارث ولا مدري شو، بس نرجع لما بنتذكر سيره محمد بنقول انه خديجه كانت صاحبه مال وكانت غنية وكان في أغنياء وقدرت تشوفه لمحمد وتبعت رفيقتها مدري اختها مشان تخطب لها، ومحمد هو فعليا كان جير عندها، يعني كان عامل عندها هي عم تعطيه أجره، فما بعرف منين جابوا قصة انه المرأة قبل الإسلام ما كانت تدرس. هلأ بنجي بنحكي على تشريعات الإسلام، نبدأ بأبسط شيء، نبدأ من حيث أول شيء الحجاب، يعني أول شيء اللباس، العورة،
عورة المرأة مختلفة كلياً عن عورة الرجل، اللي هي المرأة كلها عورة حتى صوتها، يعني هلأ أنا صوتي اللي طالع عورة على فكرة، بس الرجل بيطلع بالبروفيل، بيطلع بالشورت، بيطلع صوته، بيغني إنه عادي معلش يعني هيك، بس هيك في عدالة على فكرة، بس ما بعرف أي ميزان عدالة ما عم بفهم. الشيء الثاني قلت لك سبق وقلت لك بالإرث بالميراث، إذا كان أخوها للذكر حظ الأنثيين، إذا كانت زوجته فهي بتحصل بس على الثمن. على فكرة كمان إذا توفى الرجل وعنده بنت تاخذ نص ميراثه، أما النص الآخر يوزع على الأم والأب وأخوته، يعني العائلة تبعه الأصول تبعه، يعني البنت ما بيحق لها تاخذ ميراث أبوها كله حتى لو ما كان عندها أخ، تاخذ بس نص ميراث أخوها. هاي التشريع لتوزيع الميراث تبع سواء بنت أو زوجة هو الثمن. الثمن تخيل بدك تقسم الثروة كلها بعد ما توفي له كل ديونه وتطلع الزكاة وألف قصة، بعدين تقسمها على ثمانية وتعطيها الثمن لهي الزوجة. شو بدي أذكر لك كمان؟ بنجي بنحكي على يوم القيامة تبع العدالة تبع يوم القيامة، إنه العدالة إنه هي تضل تابعة لنفس الزوج اللي هو أصلاً معوفها حياته طول ما هي عايشة، وكمان يرجع يطلع بخلقتها كمان يوم القيامة نفسه ما في أي خيار آخر يعني. لا وزائد كمان ما بعرف ضرب 70 ضرب 40 ما بعرف قديه العدد، يعني كم حورية وصلوا لحد الآن. تعرف يعني حبيبنا نزار لما قال قدر أحمق الخطى، تمام هذا قدر أحمق الخطى، يعني هذا ديفيد بدي أسألك بصراحة. سارة ذكرت أنه محمد كان يشتغل صبي عند خديجة، وهذا يعني اندلشة وهي كانت من كبار تجار قريش يعني قبل الظلام الإسلامي يجي، وواضح يعني واضح دور المرأة بالمجتمع القريشي. برأيك يعني شو كان وضع المرأة قبل الإسلام؟ يعني خلينا تركنا من ترهات الإسلام هاي إنه كانوا يؤذوا المرأة وكانت المرأة ما بعرف شو، وشو كان وضع المرأة قبل الإسلام؟ هلأ بصراحة أنا آخر مرة درست في هذا الموضوع أو بحثت فيه من سنوات طويلة، يمكن من 10 سنين أو أكثر، فماني متذكر التفاصيل فيه كلياتها. لكن اللي بدي اقول لك يا انه كان وضع المراه قبل الاسلام قطعا هو افضل من وضعها بعد الاسلام. كان هناك سيدات مجتمع، كان هناك صاحبات اموال بزنس وومن، هاي مسخره الوقت وما الوقت، وكانوا كلهم يوقدوا يعني يطلعوا لي من هاي التفاهات. يعني هي دي امور يعني مين كانوا يجيبوا اولاد مثلا؟ شلون تحكي انت شلون مسخره هي؟ كان وضع المراه لا بيختلف من قبيله لقبيله على ما اذكر، لكن كان بالاجمال افضل بما لا يقاس بالتحجيمات اللاحقه اللي الاسلام حجم فيها المراه. واللي انا مثل ما قلت يعني انا لا ارى انه الاسلام حتى اعتبر المراه انسانا هومو سابيان سابيان، لا ما اعتبرها شيء، هي شيء كأي شيء آخر. وقطعا هي أداة للجنس للرجل، لا تجد يعني لا تجدها خارج هذا النطاق أبدا بكل تأكيد. جان في عندك شيء اتصال ولا أنا في عندي اتصال وممكن نرجع لنفس السؤال بعد الاتصال. تفضل أخي محمد، هو ابن عمته لخالد حبيبنا، تفضل حبيبي. كيفك أستاذ جان؟ أهلا وسهلا رفيقة سارة طبعا، من حي المرأة قبل الرجل طبعا. كيفه خالد وينه خالد؟ تمام هون، هذا بخليه على الموضوع. اوكي ماشي. وبشكر الرفيق ديفيد المناظرة الحلوة يعني، وبدنا نحكي شوي عن المرأة طبعا في الإسلام. تفضل. المرأة في الإسلام لم يكرمها في شيء، وانت تعرف والكل بيعرف وهن بيعترفوا بهذا الشيء طبعا، انه لا في مساواة لا في عدالة لا في كرامة، حتى أخلاق مع المرأة في الإسلام ما في، غير بالضرب وبالإهانة وأعمال عنف يعني.
وكأن حاطين المرأة فقط في التخت يعني. بكل تأكيد يعني هي وليمة على السرير كما قال نزار. طبعاً. والمرأة من أول ما تنشأ في المجتمع الإسلامي، خلينا نكون واضحين واضحين يعني، يعني مو من الأول. شوف هي ترتيبات المرأة فقط مطبخ والتخت والليلة، ما بتعرف أكثر من هيك مستواها. صحيح. وعلى فكرة بتعلق على موضوع كثير، أنا بشكر كل شيء برا في أوروبا خلعت عن زوجها. هلا في أوروبا على فكرة، في ألمانيا أنا نسبة العم يخلع من زوجه 70%، لأن شافت الحرية، شافت العدالة، شافت المساواة، شافت ال كيف بدي أقول لك، لمست الحياة الحقيقية. صحيح صحيح. أنا ما عم بشجع على نسبة لا، أنا أشجع بصراحة، أنا أشجع على نسبة الطلاق. إذا كان الرجل يعني واحد ندل ويضرب زوجته ويهين زوجته، أنا أشجع الطلاق يعني. معك محمد، بس بدي أذكر حادثة. زوجتي راحت على محل أكراد هون لتشتري، بتعرف ناخذ أكلاتنا من محلات شرقية، يعني أكلات الشرقية، حمص وفول وهالأشياء هاي. فشافت رجل مع تنتين سوريات لابسين هالحجاب هذا والمنطوي اللي عم تشحشط معهم بالشارع، فبنص المحل يلا خلصونا بقى، اشتروا خلصونا، خلونا نمشي. بالضبط يعني. فانا اشجع على الطلاق من هل واحد ندل مثل هاد يعني. صحيح معك. وبدي اعلق على نقطه ثانيه كمان مهمه كثير. تفضل. يعني بالمجتمع، خلينا نحكي بالعالم كله، ما الفرق بين الرجل والمراه؟ هون خلينا نحط النقاط يعني، عرفت؟ الفرق انه هي مع دوره شهريه يعني، حتى المراه ما تاكل تاخذ كامل حقوقها، او لها مثل ما يقول، خلينا نحكي بالواقع ونحن مثقفين ومنفتحين، لها صدر يعني ولا شعرات اطول لازم تربي حتى تختلف عن الرجل. من اختلاف بين المراه والرجل يعني حديت الساعه هاي، في بعض الملحدين مثل ما انت بفكر انه خلاص انه كفر، ما بيعرف الله، خلاص انه اخذ حريه من الله. لا، انت اخذ حريه من الدنيا، من الحياه. والبنت الملحده كمان يلي دخلت بالالحاد وعم يشك، عنده شكوك، ولا العلمانيين، عرفت وين القصة؟ أه. انه يدخل المرحلة خلاص هي رفيقتك مو زوجتك، هي صديقتك، انت جايب صديقة على البيت، احسبها اعطيها حرية كاملة، لا راح تخونك هي ولا راح يعني تسيء معك، وانت عاملها بكلمة بكلام حلو بحسسها انه هي مش رجل عليها، انت رجل كي تحميها. وفي كمان مشان نقطة ثالثة، اليوم الإسلام حارب المرأة منذ 1400 عام ولم ينتصر على المرأة. ولن ينتصر. ولن ينتصر ما دام في بعض نساء يتمنى الحرية والكرامة، حتى لو كانوا مسلمات، ما بدنا نحكي معتدلات ولا مسلمات سلفيات ولا هيك، أنا مع أي مرأة إذا كان فكر إسلامي ولا فكر مسيحي ولا مبادئ أو شيء، إنه تاخذ حريتها الشخصية، تعامل الحرية بكرامة. ونقطة أخيرة، كنت أعمل معكم مناظرة مع شاب مسيحي، عرفت القصة وين، ذكر شي فكرة صغيرة أنا عجبتني، خلينا نطرحها معك على البرنامج، ما راح أطول فيها دقيقة. تفضل. بنت مسيحية دخلت المسيحية، عرفت الفكرة؟ دخلت المسيحية قالت لها ليه ما أجيت على الكنيسة؟ أنا كنت في برلين وكنت مقبل. هي مسلمة سابقا، صارت مسيحية. صارت مسيحية. تفضل. أنا لما أجيت على الكنيسة؟ قلت له صارت معي شغلة نسائية. قلت لا، لازم تتجي، أصلا هاي الشغلة شوف الفكر المسيحي يعني لوين وصل، يعني إنه هاي الشغلة ما هي قذرة، لازم تصلي، لازم تجي تصلي، لازم تقدسي كذا هيك، وشرح لها طبعا هو مبشر في الإسلام. تخيل إنه المرأة إذا جت الحوض ولا كيف بدي أقول لك، الدورة الدموية مثل ما بيقولوا تكون قذرة، بعيد عن المجتمع، بعيد عن الدين تبعه يعني، نحن عم نحكي عن المرأة بالإسلام طبعا، ولا كأن هي كيس بزبالة ووسخة.
صراحة محمد يعني المسيحية أقذر من الإسلام والإسلام أقذر من المسيحية، يعني اثنيناتهم أقذر من بعضهم. أنا ما أقول الفكرة هي صراحة، نحن نحكي الواقع شوي، كان متحرر شوي المسيحية، يعني آخر همه تقديس وآخر همه كذا وهيك، بس يعني يا أخي يا أخي محمد وبصراحة يعني نكون واقعيين، يعني بيعطيك بإيد بياخذ من إيد ثانية، يعني صحيح الإسلام يعني اللي تحرر المرأة اللي بتشوفه هلا بأوروبا ما هو بسبب المسيحية، إنه مسيحية مثلا كتير متسامحة، لا المسيحية غصب عنا حررت المرأة بضغط من العلماني من الفكر العلماني. كمان كان الماسكس لا تنسى ما قلت العظيمة ظهرت أن ترى مجتمع من فتح وانظر إلى المرأة فيه بالضبط، كلامه كثير منطقي بالضبط كثير. بدي اقول للمسلمين اذا عم يتابعونا ولا هيك دول شغله وحده يعنيكم، ولا محمد وصل للكثره هاي والعقول المتجمده من وراء المراه، على فكره كان يبيع الخمر من تحت ارجل النساء في الاسلام في على زمن عمر بن الخطاب، واذا كانوا موجودين حقيقه ولا طيب. محمد يا ريت تعطينا خالد كمان نحكي معه ونشوف شو قصته. طيب اوكي، طيب خليني خليك معك، خليني يلا اعطينا خالد، خليني نحكي معه نشوف القصه مع خالد، يعني بصراحه هو وحشنا قوي. يا خالد حبيبنا خالد، بصراحه يعني انا كنا متشوقين للمناظره مع خالد، ولكن خالد يعني ما اعطانا اهميه، يا ريت نكون قد يعني يعطينا شويه اهميه يا خالد. طيب خليك معي استاذي، خليك معي استاذي. طيب عم استنى. طيب استاذ اعتذر عن الاشياء، انا ما كنت من الحلقه من الاول، عرفت شلون؟ هو اعتذر، عرفت دون الفكره وين؟ طيب ولا يهمنا، على كل حال على كل حال انا بس اوكي ولا يهمك محمد، على كل حال خالد هو يعني نحن ما بيننا وبينه لا تارات ولا شيء، بس نحن بصراحه انا بتوجه له انه يشغل الجمجمة مثل ما بقولوا اخواننا المصريين، ياخذ له دق حشيش هيك ويشغل الجمجمة ويفكر شوي باخلاق محمد، بس قل له فكر باخلاق محمد بكل جدية، ونحن ما قصدنا انه يعني ندخل النار، نحن ما في حدا بيحب يدخل النار يعني، والنار هي الوهمية، الخوف اللي ذبحنا هو اللي ادى فينا الى هالحروب هي. على كل حال شكرا لك اخي محمد، وسلم لي كثير على خالد، وبتمنى اشوفه مثل ما بقول شجاع ويفكر بكل منطقيه بالافكار اللي طرحناها، وياخذ موقف شجاع، لانه بصراحه نحن محتاجين للموقف الشجاع من كل ابناء وطننا، لانه وطننا في خراب بصراحه يعني. شكرا شكرا كثير لك اخوي، شكرا. طيب انا بصراحه اظن انه غطينا الموضوع، وبدي كلمه اخيره منك ساره، اسف على الاطاله، بدي كلمه اخيره منك تحكي لنا رايك يعني اللي بدك تقولي بموضوع حريه المراه في الاسلام، يعني تفضل. الكلمه أخيرا رح أعلق على الشيء اللي حكاه المتصل قبل شوي، أنا أسف نسيت اسمه، أنه عن جد إذا كل مرة بتقدر أنها تتحرر من هاي القيود لا تفوت الفرصة. يعني اليوم النساء اللي وصلوا لأوروبا وشافت أنه زوجها مو متقبل هاي الحرية ولسه عم بيمارس عليها هذا القمع ولسه عم بيمارس عليها هاي السلطة، مو غلط أنه هي تطلع وتتحرر وتتنفس، لأنه لما تتحلى بحياتها بالإيجابية وتحس حالها أنه هي شيء مفيد رح تنقل هاي الإيجابية لأولادها ورح تساعدهم، لأنه يعملوا شيء اللي هي ما قدرت تعمله. هاي باختصار يعني.
شكرا شكرا كثير لك سارة. ديفيد ديفيد إذا عندك كلمة أخيرة بس بهالموضوع هذا تفضل. أنا كنت حابب يعني أعطي شوية تعليقات على الاتصالات اللي إجت والأسئلة اللي انطرحت. يا ريت تفضل، يعني ما معنا الوقت مفتوح، يعني ما في مش أي مشكلة، تفضل أي تعليقات وأي شو بدك تقوله تفضل. أوكي، كنت بدي بس أعقب على كلام صديقتنا اللي بعتت تعليق، نسيت اسمها ديانا يمكن، عن موضوع أنه حتى هي عم تشوف المجتمعات الأكثر تحرراً أو المجتمعات الغربية لا تزال المرأة تبقى أداة جنسية وتابعة للرجل. عزيزتي، ملاحظتك ثاقبة وبمكانها، لكن لا تجسد الواقع بشكل كامل. أنا كتير بيزعجني موضوع أنه لا تزال المرأة بضاعة وسلعة جنسية، لا تزال تستخدم في الإعلانات كإثارة جنسية للمنتجات التي تستهدف الشباب أو الذكور، لا تزال تستعمل مثلا، أنت تابعي أي حدث رياضي أو حدث من هالنوع بتلاقي مثلا في هدول البنات السكسي جيرلز اللي بيعملوا لهم هذا العرض لحتى يجذبوا الشباب أكثر، أي منتج أو برودكت أو عمل معين موجه سوقه للذكور حيستعملوا العنصر الأنثوي كأداة ماركتينج. أنا معك وأنا أشعر يعني بالعار لأنه لا يزال يستعمل، لكن هذا من له سببين أساسيين. أولا لا تنسي نحن عايشين لا نزال بأواخر أو هلأ بداية، هلأ هو من جديد يعني بأقل من 100 سنة بس بداية أواخر حقبة السيطرة الذكورية على المجتمعات في الدول المتقدمة، فما فيك بلحظة بخلال جيل واحد تلغي تراث عمره آلاف السنين. أنا متفهم لهي الحقيقة، لكن الجزئية الثانية اللي صديقتنا يمكن ما عنده اطلاع عليها أنه بأكثر الدول تحررا وبديهيا هي أقل الدول تدينا والدول الإسكندنافية مثلا تحديدا مثل السويد اللي أنا فيها، المرأة تساوي الرجل بالمية مية قانونيا في جميع الحقوق والمعاملات والزواج والطلاق ورعاية الأبناء ويلي بدك اياه بالمية مية تساوي كامل. لا ما في شيء اسمه الرجل يسيطر، ما في شيء اسمه مثل عنا هي الحالات المرأة بدها موافقة الرجل، الرجل يطلق المرأة ما بدها تطلق بدها ما يوجد هذا الشيء بالمية مية. حتى رعاية الأطفال إذا حصل طلاق فلازم الرجل والامرأة هن يرعوا أطفالهم بالتساوي 50-50، واللي ما بده يرعى الابن أو يحطه عنده على الأغلب الأب بيتهرب من أي مسؤولية أو ما بيحسن ينفذها فبيدفع مقابل مادي للأم لحتى هي ترعى هذا الولد وأشياء من هالنوع كلياتها. ما بيحق لواحد فيهم يتصرف بأي شيء باستثناء الآخر، فعندهم قانون بالتساوي بالمية مية مو مثل مجتمعاتنا ابدا، لكن تبقى استغلال الرأسمالي للغريزه الجنسيه عند الذكور، فاي شيء يستهدف الذكور بيستعمل العنصر الانثوي كاغراء ماركتينج للذكور، ولكن ليس من ناحيه قانونيه او مجتمعيه. يعني اليوم انت اذا بتعدي مع عائله سويديه ما بتلاقي اطلاقا هي الحالات اللي نحن عم نغطيها كنا بحديثنا اليوم، لا توجد ولا بيفكروا فيها. ممكن تلاقي امرأة مديرة بمكان وتحتها بيشتغلوا رجال ما بيفكر انه هي مرة وانا رجال، ما عندهم هي الافكار اطلاقا، هي مديرتي وهي امرأة وانا رجال احسن منها. هي القصة تقريبا ابيدت، تقريبا ابيدت، لو انه ممكن لها ثغرات ببعض الـ يعني عقول الناس الشعبيين والعوام لانه هي استمرار لتراث قديم، لكن الدول الاكثر رقيا مثل الدول الاسكندنافية حسنت تتخلص تماما بالقانون. وهون أنا بقول إنه لحتى تتحرر المرأة من السلطة اللي هي فيها، غير إنه أنا لازم مضطر لأنه أعمل إصلاح ديني أو حتى إنهاء ديني مثل المرحلتين اللي مرت فيهم المسيحية عن طريق البروتستانتية بداية بعدين للعلمانية وفي حقبة التنوير والعصر الأنوار والعصر اللي إحنا عايشين فيه اليوم، أو بدك تخلص منه لهي السيطرة الذكورية مثل ما أوروبا خلصت. مثل ما قلت أنت جان قبل شوي، أوروبا ما صارت هيك، ما صار عندهم هذا التساوي وأن أنت حتظل الحكم المسيحي، وكلامك بالمية مية صحيح،
لأنه هن تحت ظل العلمانية اليوم، والدول الأكثر مسيحية هي بتلاقيها أقرب لحالة الشرق الأوسط بتعاملاتها ووضعها الاجتماعي ووضع المرأة فيها إلى آخره إلى آخره. هذا الوضع واضح تماما لأي عين ثاقبة ولأي عين مستبصرة بدها تلاحظ الموضوع. الشيء الثاني والضروري غير موضوع الدين، موضوع أنه يجب على الحكومات تلجأ مثل ما عملت الحكومات السويدية أو سوري الإسكندنافية، تلجأ لموضوع حماية المرأة. يعني وقت اللي أنت بمجتمعات مثل مجتمعاتنا اللي هي لا تزال المرأة تابعة ماديا للرجل، إذا كبينا الدين على جنب هلأ، هي تابعة ماديا للرجل، هي بحاجة الرجل، هي بحاجة رعاية الرجل إلخ إلخ إلخ، إذا كان هي عندها علاقات جنسية فما حدا بيتزوجها، إذا كان هي مطلقة فصعب تلاقي عريس مناسب، إذا كذا إذا لساتنا بهي الحالة الذكورية. طوال ما لحنا الحكومات ما عم تعمل حالة دعم لمساعدة المرأة، فالمرأة ما حتحسن تتمرد بسهولة، لأنه المرأة بالنتيجة هي لازم عندها غريزة بدها تصير أم بالنتيجة، فهي اللي حتضطر لو شلنا الدين على جنب حتضطر آسفة لأنها تضل مقموعة بحياتها وبتطورها وبحريتها كرمال ما كتير تزعل الذكور اللي حواليها اللي حدا فيهم لازم يتزوجها بالنتيجة. فمثلا الحالة اللي موجودة بالدول الإسكندنافية عموما وبالسويد خصوصا كوني مطلع على القوانين اللي فيها شوي، هي الحالة اللي انت صار عندك الدولة مسؤولة بشكل كامل عن اي مواطن فيها ذكر ام انثى من عمره من لحظة ولادته هو بياخد فلوس رعاية من الدولة، وبس صار عمره 18 سنة بيكتر المبلغ كرمال هو صار يستقل عن اهله ويعيش ببيت او يدرس بالجامعة او يسافر او الى اخره. فبهي الحالة الدولة دافعي الضرائب والمنظمات الضريبية بالدولة صارت هي سند للمرأة، فهون المرأة ما عادت عندها عقدة انه انا بدي اتزوج، ما عاد عندها عقدة انا بدي حدا يعيشني، اذا مات ابي فانا بدي اعيش ببيت اخي، واذا مات اخي او اخي قلعني او تخانقت مع مرت اخي بدي اعيش بالشارع، لا انا بدي رجال يلمني، لا كذا نظرة المجتمع. هي القصة متكاملة بدك تمشي على موضوع توعيتها دينيا، تطوير فكرة ثقافيا، ودعم كامل من الدولة لجميع المواطنين ذكورا وإناثا بالتساوي تماما. بالنسبة لصديقنا اللي طرح سؤال ما خصه بالموضوع عم يقول ليش الملحدين بيعتبروا عدالة، لو بتوقع أنت أجابت يعني إجابة كافية أنت وصديقتنا، أنه الملحدين صديقي هن ما لهم مجموعة، برجعوا بكرر هي القصة دائما، هن ما لهم مثل المسلمين السنة الأشعرية اللي أنا بس قلت لك هذا التعريف فأنا فهمت كل الأمور اللي أنت تؤمن فيها والأمور التي تفعلها ولا تفعلها. الملحد هو شخص لا يؤمن بوجود قوة خارجة عن الكون تسيطر عليه ببساطة، وبالتالي هدول الملحدين في منهم الناس اسمهم الملحد السلبي اللي هو ألحد لأنه هو ما عجبته فكرة الإله، ما حب فكرة الإله، أو ما اقتنع بفكرة الإله وبس وخلص وتركني من الموضوع. هذا شخص غير فاهم لأي شيء بالحياة، بس أنه هو توصل لمرحلة أنه هو الإله يستحيل أنه يكون هو حقيقة والدين يستحيل يكون حقيقة. بينما عندك الأنواع الأخرى من الملحدين اللي هن الملحدين المثقفين أو الملحد الإيجابي اللي هو الشخص اللي درس وتعمق وتثقف وكذا مبحث، وهدول الناس ما بتلاقي منهم واحد جدير بالاحترام بيكون حاقد مثلا على المسلمين او بيعتبرهم اعداء له مثل ما انت قلت. انا من الاشخاص اللي صدقا وكل مرة بكررها ودائما موجودة فيديوهاتي ومعك جان، انه انا اشعر بالشفقة حتى تجاه هذا الداعشي اللي بده يفجر حاله، أنا أشعر بالشفقة لأنه هذا شخص مغسول الدماغ، هذا لا يفقه شيئا، وهي الحالة وصلوا لها كثير عالم، يعني أنه هذا خلص هذا زلمة ما بيفهم شيء، هذا أنا زعلان عليه، أنا إذا بده يجي يلا مسلم بده يقتلني لحتى ينتقم من الإلحاد ويعلي كلمة لا إله إلا الله بالسويد ويقتلني، وهو عم يقتلني أنا بدي يكون زعلان عليه أنه أنت شو عم تعمل؟ أنت مغسول دماغك، لا ما حكون بحبه هو بده يقتلني أو حيقتلني بالنتيجة، ما حكون أنه بحبه وأخده مباوسة بس زعلان عليه من جوا. فأنا لا أعتبر أي أحد من أتباع الديانات أو أي مخالف للرأي إلي حتى عموما هو شخص عدو لإلي، حتى أعدائي مباشرين وحتى الأعداء السياسيين مثلا الناس اللي هنا يخالفوني الرأي سياسة، هذا الشخص
تم برمجته عبر حياته ليأخذ هذا المنحة، وأنا تم برمجتي عن طريق حياتي لأخذ منحة آخر، بشعر بالشفقة عليه، حسنا نشوفه مثل ما بيقول المثل، الوعاء الكبير يتسع للوعاء الأصغر. لازم ننظر للموضوع بهي الطريقة. يعني بتوقع هذا أهم شيء. صديقنا اللي علق وحكى على قصة إنه شو بده يصير بالمرأة اللي بدها تتزوج بالجنة وكذا، وجوزها واحد الله بيبعث له حور عين يرضيها. بالمناسبة أنا هي سمعانة وأنا طفل، كنت يعني كان سمعانة، كنت طفل صغير، فكنت مع مجموعة نساء سألوا واحدة كبيرة كتير بالعمر يعني، فعم يسألوها أنه طيب الرجال، أنا هي كنت حضرانة تماما، كنت طفل كتير صغير، أنه الرجال لهم حور عين، لحنا شو قلنا؟ قالت لهم وأنتوا كمان لكم حور عين ذكور، فكانوا كتير مبسوطين. أنا اللي بقوله أنه لا، هذا الشيء يعني أصلا يتنافى مع المنطق الأنثوي للجنس. ذكر بيحسن يعمل سكس أو جنس مع أي امرأة مثيرة قدامه، الأنثى لا تستطيع أن تقوم بالجنس حتى يكون هناك حب مع هذا الشخص بغض النظر عن مستوى الجمالي الجسدي أو الفيزيقي. بيقول لك أخي الله بيحط بقلبه هذا الحب وكذا، يعني هذا الموضوع اللي هو جاي من شخص شبق جنسيا، مخه كلياته على الآن بين رجليه، لا يفكر إلا بالجمال. أنا بالنسبة لي أنا أتمنى الجنة أن تكون مكان مليء بالفلاسفة والعلماء، ونتناقش ونتباحث، ما في واحد منهم بيفكر يوم القيامة أو بالجنة أنه يقعد مع الله شخصيا ويفهم فلسفته وفكرته من نشأة الكون ووجود الكون، هو بس بده يروح يعمل سكس وكذا. موضوع كتير تافه لتدفيه العقول وزيادتها تفاهة قد ما فيهم. كلمتي الأخيرة اللي بدي أقولها بختام الحلقة، بكل أسف الدين الإسلامي لم يعطي للمرأة أي كرامة، وأؤكد على هذه الكلمة مشان هيك قلتها بإنتونيشن عالي، أي كرامة على الإطلاق، بل هو لا يعتبرها إنسانا. أنا بوجه هي الرسالة لجميع النساء والصبايا المسلمات، دوروا فكروا فهموا، شغلوا عقولكم، شوفوا قديه هذا الدين ذكوري، وانتم بالنسبة له ولا شيء، انتم مثل ما بيمر بالتراث الإسلامي تنقضوا الوضوء مثل الكلب والحمار، الكلب الأسود والحمار، نسيان هذا الحديث، تقطعوا الصلاة وأنتم نذير شؤم وأنتم كذا وكذا. يعني لا يوجد شيء حظ على جعلكم بشرا بداية، قبل ما نقول رفع مستوى المرأة وكرمها، لا أجد شيء جعل الإمرأة بمستوى البشر، المستوى الذكوري للبشر اللي عطاهن إياه، قبل ما نقول لسه كرمها، مثل ما المسخرة هي اللي بيحكوها وبيرددوا كلام ببغاءات. فبتمنى منكم تفكروا أكثر وتشوفوا الدول اللي احترمت المرأة كيف وضع المرأة عندها، وكيف عايشة المرأة، وكيف فعلا هديك المرأة اللي إلها كرامة، وأنتوا بس عبارة عن أداة جنس بالليل وأداة كنس بالنهار. بشكرك كثير اخي ديفيد، بشكرك كثير على بالفعل، يعني مثل ما قلت انا اضم صوتي لصوتك برسالتك للنساء. جان انا فيني اضيف شيء؟ تفضلي ساره. رح اضيف كمان على كلام ديفيد، انه خلي المراه توصل لقناعه انه هي مو ناقصه عقل، وانه هي كثير ذكيه، وما تقعد تاخذ مثال انه في علماء وفي فلاسفه كثير ذكور اكثر من النساء، فمشان هيك هي عم تقتنع انه هي اقل ذكاء من الذكر. لا، انت مالك اقل ذكاء من الذكر، هي المجتمعات اللي ما عطتك فرصتك انك انت تبرزي ذكائك. الا انا بقول اي رجل أبدع بحياته أو ظهر ذكاءه أو كان عالم، كان في خلفه مرأة عم تدعمه وعم تساعده، أو يمكن تكون عم تخدمه حتى وعم تعطيها الوقت المناسب لحتى قدر يبدع بحياته. فالمرأة بالنهاية كتير ذكية، ما بتقل ذكاء أبداً عن الذكر، حتى يمكن تتجاوزه أحياناً ويمكن تتفوق عليه في بعض الأمور. هذا اللي كنت حابة أنا أضيفه على كلام ديفيد. شكرا لك ساره. وبصراحه يعني قلتي انت انه في بعض الامور، يعني هو ما هو شرط حسب تربيه المراه، اذا جبنا مراه ورجل يعني او صبي وبنت، خلينا نقول الاطفال ربيناهم ببيئه، الصبي ببيئه سيئه والفتاه ببيئه جيده، فبشكل طبيعي
الفتاة راح تكون أنضج وأفهم من الصبي وبالعكس كمان. فأنا برأيي إنه الإنسان بحد ذاته إن كان صبي ولا متساوين تماما بدون أي نواقص جسدية يعني كفكر كدماغ بنفس الشيء بنفس المستوى ما في أي فوارق بيناتهم، ولكن التربية والتعليم والبرمجة والدومينو اللي حكى عليه الأخ ديفيد وهالمسائل هي اللي بتأثر وبتخلي طبقة الصبي أو طبقة البنت ترتفع يعني. على كل حال أنا بشكركم كتير أصدقائي، وبكرة في عنا حلقة الساعة 6 بتوقيت لندن مع الأخ جورج بول والأخ أحمد حرقان دردشة حول العلمانية، والأحد راح يكون معنا نبينا سامي الذيب بالساعة 5 كالمعتاد، والساعة 8 ستكون حلقة رائعة بصراحة أنا منتظرها بفارغ الصبر مع أخونا رياض الخزرجي أمير البحث الشجاع البغدادي وأخونا أحمد دنانا في هيا بنا نضحك على الله. فأتمنى تكونوا معنا، ويعني أنا كتير سعيد فيكم وشكرا لكم. شكرا لك ديفيد، شكرا لك سارة، شكرا لك جان، شكرا ديفيد، شكرا شكرا جان حبيبي. إلى اللقاء أصدقاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة، إلى اللقاء.